احنا كنا المره اللي فاتت خدنا السكند ستيج اوف ليبر اللي هو ولاده البيبي. انا بس هراجع، هما كانوا ثلاث ستيجز. اول ستيج بتاع فتح الباب ده اللي هبتديه النهارده، اللي هو اسمه دايليتيشن اند افيسمنت، وهنفهم النهارده بقى يعني ايه دايليتيشن، يعني ايه افيسمنت، ازاي نفحص. بعد كده خدنا السكند اللي هو نزول البيبي، وكان سبع خطوات وهنعيدهم تاني بعد كده ونتفرج عليهم. اخر ستيج نزول البلاسينتا والايه والممبرين. هنمسك اول حاجه فيرست ستيج، العينه بتدخل لك اسم 10 اللي هو الحوادث، بتبقى عندها طلق اللي هو ترو ليبر بين. الطلق ده بيعمل دايليتيشن اند افيسمنت. الجزء اللي جاي ده مش مكتوب في الكتب، هتكتبوه معايا. ده بيمسكك في الشفوي، بيمسكك في اي حاجه كده، يجي يقول لك انت حضرت اسم 10، قال يعني انت بتبتدي تفحص على طول. فحص صعب طبعا، بس احنا هنتعلم النهارده ازاي نفحص ويعني ايه دايليتي وازاي نحل الكيسز. فهتيجوا معايا هنكتب اهو، انا هكتب معاك. الجزء اللي جاي ده مش مكتوب. عايز افرق بين كلمه سيرفايكال ايه دايليتيشن وسيرفايكال افيسمنت. عايز افهم بقى ايه الكلام ده اللي هو اول ستيج اوف ليبر. بالعربي دايليتيشن معناها وسع، نخلص بالعربي كده يعني عنق رحم وسع. امال افيسمنت قصر، يعني عنق رحم مكان 2.5 سنتي قصر. يبقى دلوقتي عندي عايز افرق بين الاثنين. طيب ديفينيشن، ركزوا على ايدي. ايديا ديت عنق الرحم بتاع العيان، في فتحه داخليه اسمها انترنال اوس وفتحه خارجيه اسمها اكسترنال اوس. انا اللي يهمني انا كدكتور وقت الولاده الانترنال ولا الاكسترنال؟ على فكره الاكسترنال ملهاش قيمه، الاكسترنال اذا كانت عامله كده طز. انا اهم حاجه اللي بتكمل الحمل انهي واحده اللي فيها تون. فوانت بتفحص العينه، شكرا، وانت بتفحص العينه من تحت انا تركيزي كله على انهي اوس؟ الانترنال. فيقول لك السيرفايكال دايليتيشن اوبننج، ما تكتبوش، هنكتب مع بعض، اوبننج اوف ذا سيرفايكال كانال فروم اباف. ليه قالوا اباف؟ عشان انترنال اوس. يبقى بيقول لي ديفاين سيرفايكال دايليتيشن، هكتبه اهو، اوبننج اوف سيرفايكال كانال فروم اباف ايه؟ داونورد. وانا لما يسالك في الامتحان ليه اباف، قول له علشان اني اوس انا بركز عليها الانترنال. طب افيسمنت، لا ده حاجه ثانيه خالص، ركزوا على ايدي. ايديا ده عنق الرحم وده اللور يوتراين سيجمنت والرحم. كنا خدنا المره اللي فاتت ان اليوترس بيكونتراكت اند ريتراكت، يعني ايه؟ بيقصر، فبيشد على اللور فبيشد على مين كمان؟ فالسيرفكس طوله 2.5 سنتي، كل شويه بتشفط، ده اسمه افيسمنت. يعني ايه تشفط؟ هو 2.5 تشفط نص ثم نص تاني، تبتدي كل شويه يقصر يقصر. يقول لك تيكينج اب اوف ذا سيرفكس، شوف بيتاخد بيتشفط الفايبرز بتاعته، والشورتنينج اوف ذا سيرفايكال كانال. يبقى نكتب الديفينيشن اهو، تيكينج اب اوف ذا سيرفكس ويز شورتنينج اوف سيرفايكال كانال. طيب عايز اعرف عكس دايليتد ايه في الامتحان؟ يعني جالي حاله عكس افيز دي، طبعا دايليتد وافيز دي اعرف ان العين عندها طلق، يعني ابتدى يقصر ويوسع، دي حلوه دي بتولد. بس نفترض واحده جايه لي بتقول انا عندي طلق يا دكتور، وهي ما تعرفش الفرق بين الطلق الحقيقي والطلق الكاذب. فانا بفحص لقيت عنق الرحم بتاعها مقفول، اقول ايه؟ عكس دايليتد دي سهله، كلوزد. امال عكس افيزد حد يعرفها؟ يعني ما يجي لي حاله يقول لي كلوزد حاجه اعرف انه ولا حصل فيه اي حاجه، اسمه فورمد. فورمد يعني بحاله، يعني 2.5 سنتي. يبقى ما يقول لك كلوزد فورمد، قول له ده لسه مش في ولاده اصلا. وده اللي احنا هنشوفه دلوقتي في عنق الرحم، ده اللي هيعدي عليكم كل واحد يحسه بايديه، ده احساسه الحقيقي. ادي عنق الرحم اهو طوله 2.5 سنتي وكلوزد اهو، وده طري جدا زي بتاع عنق الرحم بالظبط. انا جايبه لك بنفس الاحساس، يعني انا بفحص العيانه ده على راس البيبي كده، انا بدخل ايدي ادي كلوزد وطول عنق الرحم كامل، يبقى ايه؟ فورمد. طيب نكمل وبعدين اقول لك ازاي تفحص. بيتقاس الدايليتيشن بايه؟ يعني احنا لما بدخل جوه اقول العينه دي وسعت قد ايه؟ بيتقاس بحاجتين، القصر العيني الوحيد اللي في العالم كله اللي بيقيس بالفينجرز. احنا مفضوحين، يعني تلاقيني بره كده اقول العينه
في مساعد ليا من كليه طب الازهر او اي مكان يعني بولد في مصر الجديده فهناك تبع عين شمس، فتيجي وانا هناك اقول له هي العينه كام صباع، يقول لي وحضرتك من القصر على طول كده ليه؟ احنا بالصباع، هم كل الكليات بالسنتي، روح اي كليه تانية يقول لك بالسنتيمتر، طلع على الصباع الافرج يساوي 2 سنتيمتر. يعني اما اجي اقول لك 2 سنتي يبقى كام فينجر؟ واحد. اما اقول لك 4 سنتي يبقى كام فينجر؟ 2. ما انا عايز افهم، بيجي لي حاله يقول لك كده، يقول لك العين ديت 4 صوابع، ما انا عايز افهم يعني ايه؟ طلع دي احنا قلنا كلوزد وايه؟ وفورمت. طب دي انا اجيب لك كله، بتحط صباعك كده، كده كام صباع؟ او 2 يعني كام سنتي؟ بس افريج طبعا كل واحد صباعه غير الثاني، ده في واحد صباعه كده. انا بقول لك ايه الافريج، يعني انت ماشي على الكلام الافريج. طيب الافيسمنت بيتقاس بايه؟ بالبرسنتج، ودي هشرحها. يعني ايه بيرسنت؟ يعني تقول افيزد 50%، افيزد 20، دي بتيجي بالخبره بقى، دي صعبه. يعني دي لا يمكن تعرف انت تعملها على صوابعك، لازم حد يعلمك في الحوادث. ادخل اقول له ديت 40% افيز، روح حطها على صباعه كده، 40 يبقى يحفظها، يبقى بيعملها. بيتعمل ازاي الافيسمنت؟ هعملها مره هنا ومره بالرسم. انا بحط صوابعي جوه العينه ده بشوف ايه؟ دايلاتيشن، اطلع صباع بره. خلاص؟ في الفاجينا. واشوف طول السيرفايكال كانال. انا طول السيرفايكال كانال 2.5 سنتي. اشوف بقى قد ايه قلت، قد ايه قلت. طب انا مش متخيل الكلام اللي انت بتقوله، بص الرسمه دي. ادي راس البيبي بتتولد اهي، والدليل ودانه. وادي عنق الرحم بتاع العيان اهو. احنا قلنا طوله 2.5 ايه؟ سنتي، ده في الاناتومي، يعني 1 ايه؟ انش. يبقى طول عنق الرحم بتاع اي واحده انا بحط صوابعي كده اشوف الدايليتيشن، احط صباع جوه وصباع بره اشوف السيرفايكال ايه كانال طولها قد ايه. فطلع ان ده فورمد. يعني ايه فورمد؟ بحاله. طب اذا انا شفطت جزء يعني قللت نص سنتي، الراس هيحصل فيها ايه؟ هتنزل. وهي وبيحصل ايه؟ ها؟ يقصر. فراحوا قالوا حاجه حلوه قوي، هنكتبها مع بعض عشان ازاي احل الكيس. احنا قلنا طوله كام؟ 2.5. يقل نص يبقى كام؟ 2. يقل نص 1.5. يقل كمان 1. يقل نص بعد كده 0. مفيش حاجه اسمها 0، هفهمك يعني ايه. يبقى انت دلوقتي عندك، شوف الافيسمنت بيحصل ازاي، كل شويه يقصر. اكتب لي تحت 2.5 ده 0% افيز، يعني ايه؟ يعني ما حصلش، ده فورمت، ده مقفول. طيب اما اقول لك 2 تقول لي 20% افيز، يعني قد ايه؟ اصر 20%. طيب 1.5 40% افيز. طب 1 60% افيز. طب نص 80% افيز. امال ده ما فيش حاجه اسمها 100%. هقول لك ايه يعني كلمه 100% دي عمرها ما هتلاقيها، 100% يعني مش لاقيه. يبقى انت عندك الارقام اهي. يعني اذا جاب لي حاله في الامتحان بيقول لي في الكيس، ما انا لازم افهم، بيجي لي يقول لي 80% افيز، ده العيان دي قربت تولد ولا قطع؟ خلاص ده بقى رفيع عامل زي ورق السيجاره، ده خلاص بيبي هيعدي. طيب اذا كان 20 لا لسه 40 ولسه 60، فاهم قصدي؟ طبعا كتاب الاسم عمل حاجه غريبه قوي، كاتب 50، يعني شوف الدقه يعني بين دي وده. يعني انت كويس عرفت ان دي 40؟ زي الضغط، ما بتيجي تقيس الضغط تيجي تقول ايه 120 80، تلاقي واحد اهبل جنبك بيقيس يقول لك 122 على 91.5، يا ودانك. ما فيش حاجه اسمها كده. يعني قصدي اقول احنا بناخد الافرج، يعني انت قريب من دي ب 40، قريب من دي تبقى. طب اذا لقيت بينهم يبقى كام؟ يبقى اذا جاب لك 50 اعرف ان هي بين ايه؟ نص واحد، عشان هنشوف النهارده الكيرف كاتب 50% فيز. فاحنا عندنا هنا دي الارقام اللي هتمشي عليها في الامتحان. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت بالبرسنتج، اشوف كل شويه على صباعي قصر قد ايه؟ قصر قد ايه؟ يعني دي حوالي 2.5 سنتي، كل شويه اعمل علامه من التدريب بتاعي. طيب امتى اقول فولي دايليتد؟ امتى اقول فولي دايليتد؟ امتى اقول فولي افيزد؟ طبعا واحد هيقول لي فولي دايليتد 10 سنتي. ليه وانت صباعك برجل؟ تقعد تلف كده في العيانه؟ مفيش حاجه اسمها كده. اهي دي اللي فولي دايليتد حواليها لي. تعال نشوف الست دي. دي برضو هخليها يعدي عليك. هتحط ايديك كده، ده كام صباع كده؟ كده 2. بص كده 2. كده 3. فاهم؟
كده 4، اصل انتوا في الامتحان تقول ايه 2 3 لا انا بقول صباعين، يبقى انا لما اقول عن دي 3 صوابع مش كده، لا انا جوه وبعمل فرق بينهم ايه صباع. طب بعد كده ده كام؟ 4. يبقى انا ده اسمه 4 فينجر دايليتد. كام سنتي؟ 8. امتى اقول فولي بقى؟ يعني هل دي فولي؟ هعمل لك شكل كده تقول لي دي فولي ولا لا؟ لا، لان في ريم اهو، لازم ادخل ايدي ما احسش مين خالص. السيرفكس يعني حط ايدي كده راس ما فيش سيرفكس، مش حاسس ولا ريم، ده بيسموه فولي. ده يبقى انت قول كلمه فولي وين اي كانت فيل ذا سيرفكس، يعني انا حاسس الهيد بس. يبقى امتى اقول فولي؟ اي كانت فيل سيرفكس، سيرفكس اختفى. بس اذا كان على ريم يعني حته صغيره اقول على ريم. على فكره دي هتسمعها في الحوادث، تلاقي النايب بيقول ايه دي على ريم يا دكتور، يعني ريم حته صغيره، دي مش فولي، دي تدخلها الكشك وتروح عامل ايه في الريم ده كده بايديا بالجل عادي وانزله، دي ما فيهاش مشاكل. يبقى انا عندي قصدي اقول امتى اقول فولي وين اي كانت فيل ده ايه ده سيرف. طب امتى اقول فولي افيزد؟ بيبقى زي الفولد اللي في ايديك ده شايفينه، ده فولي افيز. طب انا هقوله ازاي؟ انا مش فاهم، ركز معايا عشان اعرف ازاي اكتب. ده عنق الرحم، انا لما احط ايدي كده عرفت كام دايليتد صح؟ جيت بعد كده حطيت ايدي على السيرفكس طول اشوف طول السيرفايكال كانال، طلع ان السيرفكس ماشي مع مين دي؟ ده الابر وده الايه؟ اللي اذا لقيت الثيكنس اوف ذا سيرفكس ايكوال للثيكنس اوف لور تراين سيجمنت بقوا ميه واحده، هي دي اسمها فولي افيز. يبقى انا امتى اقول كلمه فولي افيز بقى؟ اوعى تقول لي 100% افيز، مفيش حاجه اسمها كده ولا هتجي لك في الامتحان. هيجي لك ايه؟ ان الثيكنس اوف ذا سيرفكس عامله زي الريم ده ايكوال للثيكنس اوف لور يوتراين ايه؟ الاثنين ميه واحده، حاسس ان مفيش فرق بينهم. يبقى هلاقي اهو ثيكنس اوف سيرفكس ايكوال للثيكنس اوف ادجيسنت لور يوتراين ايه؟ الاسئله دي هتسالوا فيها بالهبل. انا دلوقتي عايز اشوف انت حضرت الحوادث ولا لا، ولدت ولا لا، بصيت في فحص ولا لا، ابتدي افحص، البس جوانتي وشوف كده. نراجع بسرعه، احنا قلنا سيرفايكال دايليتيشن ها اوبننج اوف ذا سيرفايكال كانال فروم اباف داونورد، امال افيسمنت تيكينج اب اوف ذا سيرفكس والشورتنج اوف ذا سيرفايكال كانال. بالعربي ده وسع ده ايه؟ قصر. قلنا بنقيس ده بايه؟ قلنا بالسنتي او بالفينجر. الفينجر كام سنتي؟ امال ده بالبرسنتج، وقلنا كل ما يقل نص تكتب 24 زي ما احنا عملنا. طيب امتى اقول كلمه فولي دايليتد؟ وين اي كانت ايدنتيفاي ذا سيرف، قاعد ادور عليه مش لاقيه خالص، يبقى ده اكيد فولي ده. امال امتى اقول فولي افيز؟ وين ذا ثيكنس اوف ذا سيرفيس ايكوال للثيكنس اوف ادجيسنت لور تراين سيجمنت. طيب عكس دايليتد ايه؟ كلوزد. عكس افيزد ايه؟ فورم. بس جالي في الامتحان كلوزد فورم، لا ده لسه هنبتدي الولاده. جالي في الامتحان يقول لي 80% افيزد فور فينجر دايليتد، ايه رايك؟ دي على الكشك دي يعني دي يبقى انا بعرف من الكيس العينه دي عمري ما هفهم غير اما اشوف الكلام ده. انا هعدي عليكم ديت بس هوريكم بس فيديو للدايليتيشن والافيسمنت عشان الناس اللي ورا اللي مش شايفه تبقى شافته. اهو بص دي البدايه، احنا هنشوف ده اول واحد اللي انت هتاخده اللي هو السيرفكس اللي انا هخليه يعدي عليك. انت عندك 3 سيرفكس هتحسهم، كل واحد يدي اللي جنبه. اول واحد اهو اللي هنشوفه دلوقتي، ادي عنق الرحم ده كده ايه كلوزد ها، وطوله كامل يبقى ايه فورمت. تاني واحد اللي هيعدي عليك اللي هو ده، هتحط صوابعك بيدخل كام صباع كده؟ 2. واطلع ايدي بره اشوف طول السيرفايكال كانال حوالي 40% افيز، هتشوفها. امال دي بقى 4 فينجر دايليت، شايف 4 صوابع. امال لما تيجي تحس الافيسمنت 80% افيز، ده خلاص قرب. او شوف بحط صوابعي ازاي عشان احس الافيسمنت كده فولي ايه، خلاص كده مش حاسس السيرفكس خالص. حضرتك تاخديه وتديه كل واحد زي ده كلوزد فورمت، حسه يعني ده انت بتحسه من بره كلوزد فورمت. ده تو فينجر وحوالي
50% افيس بتاع كتاب الاسم، وده 4 سنتي والافيس من ايه 80%، هما 3. خليهم احس بس الكونسيستنسي بتاعته. نيجي بقى على بقيه الفيرست ستيج. طبعا كل واحد مع السيرفكس يركز برضو في الكلام اللي انا بقوله. نعم. لا وان فينجر حتى في ساعات وان فينجر وانس وسع ابتدى يوسع هتلاقي صباع ممكن يدخل في البرايمي بالذات. المالتي ما بناخدش بيها، مالتي دي وسعت قبل كده فتدخلي صباع عادي. انا بتكلم على البرايمي، اذا وسعت صباع اقول عليها ايه؟ بتولد. كده يبقى احنا بنتكلم النهارده على انهي ستيج؟ فارس اللي هو بتاع ايه وايه؟ دايلاتيشن اند. طب ايه سببه؟ ايه سبب الدايلاتيشن والافيسم؟ يعني ايه سبب انه قال لك يوتيراين كونتراكشن اند؟ قلناها المره اللي فاتت ان الطلق بيشد على اللور فبيشد على السيرفكس. بس في حاجه تانية، مش اي عنق رحم يوسع. انت اذا جات لك عينه في عيادتك وحاولت توسع عنق رحم دي ممكن تموت، اللي انت ما تعرفوش، يعني انت ممكن تقتل العينه في العياده. السيرفكس ما يستحملش ايه؟ دايلاتيشن. يعني دلوقتي نفترض بركب لولب في عينه، والعينه ديت نسا مش ولاده مش حامل، ورحت مدخل دايليتور موسع، العينه دي ممكن تموت. سيرفايكال دايلاتيشن ممكن يؤدي الى الدث، عشان كده لازم يكون اندر ايه؟ طب ايه رايك بقى واحده بتولد وصلت 10 سنتي وما ماتتش؟ مش مستغرب؟ 10 سنتي دايلي ويرجع تاني يقفل تاني بعد الولاده. طلع ان ربنا بيعمل السيرفكس ده اسمه رايبند، يعني بيخليه طري، يشيل الفايبرس تيشو، يزود الفاسكولاريتي، يزود الميه، تلاقيه طري قوي بيفتح معاك. يبقى ما يسالك ازاي بيحصل دايليتيشن مع ان عنق الرحم فايبرس تيشو، قول له ربنا بيحضره بيخليه دايليتابل يبتدي ايه؟ يفتح. سؤال ليكم، ما نشوف كده البرايمي بتولد اسرع ولا المالتي؟ قلنا المره اللي فاتت برايمي، البرايمي دي اول مره تولد في حياتها، فلازم تبتدي خطوه. المالتي متعوده دايما دي تولد في منتهى السرعه، عشان كده اللي بتولد اول مره اقول لها ايه؟ المره الجايه في اوفر نص الوقت. هي كده، هي اول مره بتاخد وقت وبتقعد تشتم جوزها وتقعد، هتشوفوا دلوقتي الفيرست ستيج. امال المالتي لا اسرع، فيقول لك ايه اللي بيحصل عشان دي بتاخد نص وقت؟ دي هقول لك في البرايمي اهي مكتوبه بيحصل ايه ثم ايه؟ افيسمنت. حد يعرف يعني ايه؟ يقصر يقصر، هو مقفول، يقصر 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 لغايه ما يبقى زي ده، بعد كده يبتدي ايه؟ عشان كده ما واحده تتصل بيا نايبه قاعده جنب العيانه وتقول لي ان العيانه ديت 20% افيس، اقول لها ده لسه بدري قوي، انا كل شويه افيس افيس لغايه ما يبقى قرب خلاص، يبقى ايه؟ من 100% اللي احنا قلنا عليه، يبتدي يحصل له ايه؟ يبقى هي بتاخد كام فيز؟ يبقى افيسمنت بياخد وقت، وبعدين بعد كده ايه ده؟ امال المالتي بقى متعوده داي، يعني بيحصل ايه بقى؟ دايليتيشن وافيسمنت ات ذا سيم تايم. عرفتوا بقى ليه دي بتاخد نص وقت دي؟ يبقى ما يسالك ليه دي بتاخد نص وقت دي؟ هتقول له علشان دي بتاخد مرحلتين، الاول ده اول مره يفتح في حياته، يبقى افيس الاول، بعد كده يبتدي يحصل ايه؟ دايليتيشن. الكيرف ده في كتاب القسم، كيرف بحل بيه بعض الكيسز. طبعا ده هناخده في الابنورمال ليبر، يعني كتاب اسم كاتب هنت كده، لا هناك هناخده كامل. الكيرف ده عالم اسمه فريدمان اللي عمله، واسمه سيجمويد. طالما اسمه سيجمويد يبقى هيطلع على حرف ايه؟ اس. يبقى سيجمويد، يبقى الاسم الثالث ده مش مكتوب في الكتب، جه في كليه طب بني سويف. اللي حصل ان هم جابوا لهم سؤال حاجه اسمها سيرفايكوجرام، على فكره هم بيقلدوا، يعني تلاقي دكتور عندنا قاعد مع بني سويف مناقشه ولا حاجه، يقول احنا جبنا سؤال حلو قوي، على فكره على طول تلاقي الامتحان اللي بعده السؤال اللي بعده. يعني ايه سيرفايكو؟ كلمه جرام يعني ايه؟ في الولاده كلمه، اول ما تسمع كلمه جرام رسم بياني، يعني ما اقول لك بارتو جرام هناخده النهارده، بارتو يعني ولاده، جرام رسم بياني للولاده. اما اقول لك سيرفايكوجرام تقول ايه؟ رسم بياني لل، امال بقى في الجاينة في النساء، ما نيجي ناخد نساء بقى في النساء، ما اقول لك جرام اعرف ان هي دايو اكس راي، يعني يعني اشعه بالصبغه، يعني ما اجي اقول لك هيسترو سالبنجوجرام ده بقى حاجه تانية. يبقى انت جرام في الولاده غير جرام فين؟ في النساء. انا لما باخد القوانين دي بعرف افهم، اما يجيب لي بقى في الامتحان سيرفايكوجرام يبقى انا برسم ايه؟ رسم بياني لمين؟ ها؟ للسيرفايكال دايليتيشن. تعال نشوف الكيرف ده بقى، الكيرف ده جميل جدا. اول حاجه الكيرف ده الناحيه دي السيرفايكال ايه، وده بالسنتي فاكرينه،
كل قلنا 0 بعد كده يبقى 2 سم يعني صباع صح، وبعدين 4 سم وبعدين 6 وبعدين 8 وده الفولي ايه دايلت. امال الناحيه دي اورز يعني في وقت الديوريشن يعني في خلال 8 ساعات وسعت قد ايه، في خلال 14 ساعه وسعت قد ايه. كتاب الاسم قايل ان الفيزز بتاعه الفريدمان كيرف 2 فيزز، العينه بتمر بمرحلتين. المرحله دي اكتب عليها تسخين. يعني الكيرف ده موجود في كتاب الاسم. تسخين يعني ايه؟ انت لما بتيجي تركب العربيه بتاعت زمان، هل انت بتركب وتجري بسرعه ولا بتسخن الاول؟ التسخين ده بياخد تايم، بياخد وقت كتير عشان العربيه ما تبص. امال اول ما ابتدي بقى اجري، هي ده بيسموه اكتف. ده بقى بيطلع في الحته دي مواد مش عارف تعرفوها، خدناها المره اللي فاتت، اسمها بروستا جلاندنز. هي دي، هو ده البنزين. يبقى اول ما يطلع البروستا جلاندنز هنا تجري الولاده. يبقى انا عندي دلوقتي كام فيز؟ 2. ليتنت اكتب عليه بطيء، ممل، ما بدخلهاش القصر العيني. يعني تلاقي العينه جايه لي في الاستبال تقول لي عندي طلق، طيب افحصها الاقيها صباع اقول لها حضرتك روحي لفي حوالين قصر العيني 7 مرات وتعليلي تاني. هتلاقيهم بيتمشوا كده على الكورنيشن، تلاقيهم ماشيين كده هم وجوازهم، اه والله، يلفوا وبعد كده تجي لي في الاستقبال لغايه اما تعدي كام سنتي. الرقم ده زي اسمك. يعني اذا جالك في كيس في الامتحان عيانه 5 سنتي يبقى دي اتعدت انهي فيز؟ احجز، العيانه دي هتولد على طول. امال اذا كانت اقل من 4 سنتي ده انهي فيز؟ يبقى الرقم ده زي اسمك 4. ودي اللي بنحل بيها الكيسز، عشان هتلاقي في كتاب كيس فايل وبعض الكيسز مكتوب 5 سم مش تبعنا، احنا ماشيين على كتاب الاسم. يبقى طلع 4 سم في اقل، ده اسمه ليتنت، طنش. الليتنت ده فاريبل بين البرايمري، ممكن ياخد 20 ساعه، ممكن ياخد 12 ساعه على حسب. ده اللي بيسموه ليتنت بطيء، ما بحجزش العيانه فيه. عشان كده كتاب الاسم كاتب نو كاردينال موفمنت. يعني البيبي ما بيعملش اي حاجه جوه، ولا بينزل ولا بيتولد خالص في اني ستيج اللي هو الليتر. امال الاكتف بقى، اكتف ده بقى شوف، ده خد 8 ساعات، ده كتاب الاسم كاتب كده، 8 ساعات بقى كام سنتي؟ ده ايه الملل ده؟ امال في خلال 6 ساعات وسعت 6 سنتي، ايه السرعه دي؟ ده بقى بقسمه 3 فيزز، ده مش مكتوبين طبعا بس في ناس بتحب تفهم. يقول لك كان بطيء وسرع، ده بيسموه اكسلريشن. بعد كده يسرع قوي اسمه ماكسيمم سلوب. بعد كده كان سريع وبطا اللي هو اسمه ايه؟ ديستليشن. المهم ان انا عندي الفيز ده اسمه ايه؟ سريع، ده صاروخ. في البرايم بتوسع قد ايه؟ وهدربك دلوقتي. في المالتي مين بتوسع اسرع؟ اكيد مالتي، بيقول لك متعوده دايما. احفظ بقى الارقام. كل ساعة البرايمي بتزيد سنتي واتنين من عشرة، شايف الدقة؟ كتاب الاسم؟ أمال المالتي بتزيد 1.5 سنتي. نديك حالة، جات لي عيانة دخلت كانت 6 سنتي في أنهي فيز؟ الحمد لله احنا بقينا هنا. العينة دي برايمي، العينة دي كانت 6 سنتي، عدى ساعتين وبقت 6.5 سنتي. كده ماشية كويس؟ لا، يبقى دي اسمها prolonged active phase. دي لازم اتدخل بقى، لا اما بقى قيصري لا اما اكسجين. هو ده بقى الحاله اللي بتجي لك. يبقى انت لازم تحسبها ان لازم كل ساعه تزيد قد ايه؟ سنتي واتنين من عشره وتحسبها. امال المالتي بتزيد سنتي وايه؟ ونص. ده هناخده، اسمه ابنورمال ليبر. هو كاتب هنت عليه، انت بقى ما عليك بتقعد تذاكر الكلام ده، لسه هاخده. الابنورمال انا بتكلم عن النورمال. النورمال كام في البرايمي النهارده؟ 1.2. امال المالتي؟ 1.5. امال ايه دي اللي حطينا كتاب الاسم دي؟ غيتيتا. يقول لك ان بدايه الاكتف فيز لما يبقى الافيسمنت كام؟ والنبي في حاجه اسمها 50؟ ما احنا قلنا 20 40. هو قال بقى بين ال 20 وال 40، بين ال 40 وال 60 اللي هو كام؟ 50. يبقى اذا جاب لي بقى حاله عيانه 60% افيز، يبقى في انهي فيز؟ اكتف. خلاص بقى، جاب لي عيانه 6 سنتي دايليتد، اكتف. خلاص يبقى احنا عرفنا، يبقى الاكتف بدايتنا ايه وايه؟ رقمين، 4 سنتي و 50%. دي اللي هحل بالكيسز. يعني ان شاء الله لما نيجي نحل الكيس اجي اقول لك عيانه ديت 80% فيز، ده خلاص. اما اجي اقول لك العيانه ديت 20% فيز تقول لي لسه في انهي فيز؟ في الليتل. طيب بيقول لك بقى ان الكاردينال موفمنت اللي خدناها المره اللي فاتت بتاعت الولاده بتتم في انهي حته في ده كله؟ في الحته دي بس،
في الديسيليشن، يعني في الليت هاف، مكتوبه في كتاب الاسم، يعني اخر بعد ما يبقى السيرفكس افيسد قوي بقى ودايليتد قوي، يبتدي البيبي يعمل ايه بقى؟ ديسنت انجيجمنت اللي احنا خدناهم وقلنا لازم نذاكرهم قبل المحاضره اللي جايه. يبقى ما تنساش ان الكاردينال موفمنت بتتم في انهي ستيج، ده اذا جات لك في الام سي كيو عشان دي اول مره يكتبوها، اخر الاكتف. هل في كاردينال موفمنت هنا؟ لا. يبقى كل حركات البيبي في انهي حته؟ اخر حته اللي اسمها الديسيليشن. هقول ارقام وترد عليا. 4 سم ده بدايه ايه؟ الاكتف. 50% افيس ده بدايه ايه؟ الاكتف. البرايم بتوسع قد ايه في الاكتف؟ 1.2 سنتيمتر بر. امال المالتي 1.5 سنتيمتر بر اور. نيجي بقى ليه فيرست ستيج اوف ليبر مانجمنت، بس قبليها ولاده المشيمه نخلص منها. دي كلمه بلاسنتال ديليفري اهي في صفحه 19، دي الثيرد ستيج. هتشطب لي الرسومات دي خالص والكلام اللي تحتيه ده مش مكتوب في كتاب الاسم، كل ده لا مش عايزه، انا عايز الجمله دي بس. هو ليه المشيمه بتتولد بعد نزول البيبي؟ ما احنا قلنا بقى اي ستيج ليه سبب واحد، حد فاكره؟ فيرست والسكند يوتراين كونتراكشن اند، بس انا عايز افهمها بقى دي بالذات. هي البلاسينتا الاستيك ولا ان الاستيك؟ لا ان الاستيك، هي 20 سم خلاص، وان الاستيك يعني ما بتتمددش. طيب اليوترس عامل زي البالونه الاستيك. انت عندك دلوقتي قصه البالونه والاستيكر عشان ما تنساهاش، اما يبقى في بالونه منفوخه على اخرها وحطيت عليها صوره، اما تيجي تفسي البالونه هيحصل ايه في السيرفيس اريا قدام الاستيكر؟ هتقل. يحصل ايه في الاستيكر؟ يكرمش، وبعد ما يكرمش يفصل. نفس الفكر الرحم اهو، البيبي اتولد حصل ايه في اليوترس؟ فست البالونه. حصل ايه في الاستيكر البلاسينتا؟ فصلت. بس هي دي. يبقى ما يسالك هو ليه فصلت، تقول له عشان اليوتراين ها كونتراكشن اند قللت السيرفيس اريا. هتيجي تقول لي بس كتاب الاسم كاتب جمله غبيه قوي، شير اوف اوف ذا انكورينج فيلاي فروم ديسيديو ابيزاليس سيبريتنج اند اكسبيلينج بلاسينتا. طبعا دي انا هشرحها بس عشان ما تقولش ان انا ما قلناهاش، هي ده الكلام ده هناخده بعد كده. انتوا عارفين ان البلاسينتا بتتكون من حاجتين، صوابع بيسموها ايه؟ كوريونيك فيلاي. اكل اللي هو الاندوميتريم في الحمل اسمه ديسيديوا بيزاليس. هو بيقول ايه بقى؟ اما حصل كونتراكشنز السيرفيس اريا ديت قلت، فمين فصلت؟ الفيلاي. فالفيلاي اتسحبت من ديسيديوا بيزاليس فالبلاسينتا وقعت. بس كلام اهبل. المهم في الاخر ان اهم سبب للثيرد ستيج از يوتيراين كونتراكشن اند، علشان السيرفيس اريا تقل فالانيلاستيك يفك اللي هي مين؟ البلاسينتا. نيجي بقى لي مانجمنت اوف ذا فيرست ستيج اوف ليبر، ده بقى مهم جدا. بعد ما بخلص هقول لحد يقول لي 9 عناوين، اذا قالهم بياخد هديه زي ما اتفقنا وبيتكتب اسمه. وعشان النهارده هيولد، احنا النهارده عايزين نولد، اللي هيقول لي الكلام ده هو هيولد كامل ولاده كامله من العينه دي. تعالوا نشوف بقى مانجمنت اوف ذا فير. مانجمنت يعني ايه بقى؟ هو انا كل عيانه تيجي تولد هسيبها تولد لوحدها؟ لا، انا هولدها بقى، انا عايز اخلص. مش معقول هقعد مع البرايمي 18 ساعه فانا فاضي، انا بقى 18 ساعه وسايب البيت وسايب كل حاجه قاعد جنبها. مش معقول المالتي اقعد معاها برده 8 ساعات، انا مش فاضي، انا عايز اخلص. هو ده بيسموه مانجمنت، عايز اعمل اكتف ليبر. اول ستيج بتاع السيرفايكال ايه وايه احنا قلناها؟ دايليتيشن اند افيس. المانجمنت بتاعته اول كلمه لما اقول لك مانجمنت معناها ايه؟ ما يجي لك في الامتحان كلمه مانجمنت، مش تريتمنت بس، دايجنوز وتريتمنت. يبقى ما يقول لك كلمه مانجمنت، طب انا ازاي اقول العينه دخلت في انهي ستيج؟ اما الاقي الترو ليبر بين اللي هو الطلق الايه؟ الحفاكر ما احنا قلناها اللي بيجي في البطن ويسمع في الظهر وبيجي منتظم وما بيروحش بالمخدرات، هو ده اللي بيسموه ترو ليبر بين. تعالوا بقى نشوف التسع عناوين، عايز العناوين اهم من التفاصيل. دي عينه نايمه دخلت قسم 10 اللي هو الحوادث تحت اللي انتوا هتروحوه، هتلاقي عنبر عليه سراير والعينين نايمين عليه، هو ده اللي بيسموه الفيرست ستيج. العينه بتنام على السرير اهي، دي الفالفا بتاعتها، دي الفاجينا، ده اليوترس، دي الريكتم، ده مين؟ البلادر. اول حاجه في البلاد المحترمه بيعملوا شيفنج للفالفا، يعني ايه؟ بيشيلوا الشعر عشان ده ممكن يعمل انفكشن. احنا ما عندناش الكلام ده. المهم احنا بنجيب القطنه ببيتا داين. ايه البيتا داين ده؟ حد يعرف البيتا دين ده ايه؟
البيتادين ده عبارة عن حاجة معقمة لونها بني كده، أو كتاب الاسم كلور هيكسيدين شبهه معقم يعني. بقى بجيب شاشة بالبيتاداين وعقم الفالفا بتاعت العينة، انسوا الكلام ده مش هتشوفوه يعني. انت هتنزل تحت قسم 10 هتلبس بدلة عمليات يوم كده وتتفرج، مفيش حد بيعقم ده، كويس انت بتلبس جوانتي. ها يبقى أول حاجة أهو اللي هتحفظوها رقم واحد أهي، بعقم أهي سبسز. يبقى انت هتقولي رقم واحد بعمل ايه؟ تعقيم. طيب بعد كده بلبس جوانتي المعقم خلاص، واروح داخل جوه العينه يعني اعمل بي في. يعني ايه بي في؟ بير فاجينال اكزاميشن. بس هنا في معلومه ان البي في ده قلله مينيمايز مستشفى تعليمي، يعني لازم ادرب النايب، لازم ادربك انت. يعني افترض انت دلوقتي في سنه رابعه وقلت لي انا عايز افحص، هقول لك ايه؟ البس جوانتي ادخل. تقول لي ما حسيتش، اقول لك ادخل تاني تالت رابع وتلاقي طالب بعده. احنا مستشفى تعليمي العام بتتفحص 60 مره. طب انا دلوقتي وبعدين يجي واحد تاني يقول لها انا عايز افحص، تقول له كمان لا انا غير وروح داخل. دي كانت مهزله. احنا عندنا في اتنين صحفيين زمان دخلوا لبسوا بالطو ولبسوا جوانتي ومفيش حد قال لهم انتوا مين؟ صحفيين. ودخلوا فحصوا عيانه وصوروا وفضحوا القص العيني ده وقتها. فطلع ان احنا اي حد معدي بيفحص، العمل بيفحص والامتياز بيفحص. تخيل واحده بتفحص 60 فحص، اكيد هيدخل ايه؟ انفكشن وقرف والعانه بتتبهدل واكزوست. الصح تتفحص كام فحص؟ ما ده اللي انا عايزه. يعني كلمه مينيمايز دي انا عايز كام فحص في الولاده كله؟ هم ثلاثه. واحد في الاول اللي هو ايه؟ اون ادميشن، مش العانه داخله ايه؟ تعالى نشوفك انت كام صباع؟ صباعين. طيب صباعين ندخلها ايه؟ اسمعش انا هدخل جوه اتاكد اون ادميشن. اه صح صباعين. بعد كده هو في الاخر، امتى في الاخر؟ لما اسمع صوت العينه بتعمل زي البقره. يعني انت قاعد كده في قاعه فيها 20 واحده، تعرف منين العينه دي خلاص هتدخل الكشك؟ العينه ديت بقى بتلاقي راس البيبي ضغط على الريكتم ورا ده بتنزل بقى، وضغط على المثانه قدام. فهي بتعمل ايه بقى؟ حز. العينه دي بتقعد تحزق بتعمل صوت كده زي ما انا بعمل. اول ما تسمع الصوت ده صوت البقى اسمه جرانت. اجري افحص افحص العينه دي بسرعه، غالبا هتبقى فولي ايه؟ يبقى امتى تاني اما ادخلها الكشك في انهي ستيج؟ في السكند. في النص امتى بقى؟ يعني بلاش تفحص كتير. في النص لما تقول لك الكيس فرقع، يعني ايه الكيس؟ مش كيس الميه اللي حوالين البيبي؟ الميه وقعت، الميه نزلت. وانس الكيس فرقع خايف من حاجتين. ايه هم؟ الحاجه الاولى خايف ده. حد يعرف ايه ده؟ كورد. الكورد ده اذا الميه فرقعت يبقى الراس مش لابسه، فيبتدي الكورد ممكن ينزل ويخرج من العينه تحت. ده اسمه كورد برولابس، دي مصيبه. ده ممكن يضغط عليه نبض البيبي يقف. يبقى انا بفحص تو اكسكلود كورد ايه؟ ها؟ برولابس. الحاجه الثانيه اشوف لون الميه. انت هتشوفوه في اسم 10 كده، يطلع النايب كده ماسك الميه في ايديه كده يقول لك ايه ده؟ افتحوها. ليه افتحوها؟ لا الميه لونها اخضر عامل زي الملوخيه. كل ما تخضر قوي اعرف ان البيبي تعبان. عارفين في الاطفال هتيجي تاخده ان البيبي بيعمل حاجه اسمها ميكونيوم. ايه الميكونيوم؟ ستول لونه اخضر. فاذا البيبي جوه بطن مامته تعب نفسيا يعني حصل له ديستريس، ربنا بيعمل ريلاكسيشن لكل السفنكترز بتاعت جسمه، منها الانال سفنكتر، يروح فاتح ينزل ستول لونه ايه؟ انا اول ما اشوف الميه اخضرت اعرف البيبي ده مش هيستحمل الولاده، بيبي تعبان جدا دي حاجه جميل. اكسكلود ميكونيوم ستيند امنيتك فلويد. يبقى دلوقتي عندي كام فحص؟ عشان بس كتاب اسمك بيقول لك قلل الفحوصات. طب ايه هم كام واحده؟ هم ثلاثه، واحده اون ادميشن، واحده ادخلها كشك سكن، واحده في النص اذا حصل رابشر اوف. هتقولي طب ده مش مكتوب في كتاب الاسم، افتح الكورد برولابس ان شاء الله هناخده. هتلاقي مكتوب هناك بعمل بي في اما يحصل رابشر اوف ميمبرين تو اكسكلود كورد. بتحس كده ان كل واحد كاتب حاجه. يبقى ما تنساش ان انا عايز اقول مفيش كورد برولابس ومفيش ميكونيوم ستيند امنيوتيك فلير. لغايه دلوقتي كلمتين على فكره، انا عايز العناوين سيبك من التفاصيل. واحد سيف، اتنين مينيمايز بي في واندر اسيبتك كونديشن، يعني لازم جوانتي معقم. طيب افضي دي ايه؟ دي المثانة. أفضي ده مين؟ الريكتم. هفضي المثانة والريكتم. ليه بفضي المثانة والريكتم؟ طلع إن الرحم من الأورجنز الغيورة، دي حقيقة. البلادر فضت، الريكتم فضي، يقول لك وأنا كمان. ده حقيقة ريفلكس مشهور جدا. البلادر مليانة، الريكتم مليان، ينام. والدليل ليه بنعمل حقنة شرجية لكل العينين بيولدوا؟
وبيجيبوا حقنه شرجيه من بره اسمها اني ماكس من خلايا الجبهه. العين دي بروح حط بس طبعا في القصر العيني في عندنا حاجه اسمها حقنه شرجيه محترمه في ساعات كده. يعني اقول للممرضه بيني وبينها حقنه شرجيه محترمه انا عايز اخلص، تروح جايبه بقى ايه كونتينر كده تحط فيه ميه، ميه نار، صابون، اي حاجه بقى، وتروح داخله كده في الريكتم بتاع العينه هاي انيما وتقعد على كرسي تدخلها اندر بريشر وتقول لها ادخلي الحمام بقى. تعرف اول ما تدخل الحمام يحصل ايه؟ اليوترس ما يصدق، اول ما الريكتم ينزل يبتدي اليوترس ايه؟ ده ريفلكس مشهور. والدليل لما بتيجي في الكشك تلاقي العينه نامت لك، يعني هي نايمه على السرير كده بتقول لك انا مش قادره وتنام، امال مين اللي هيولد؟ انا عايز اخليها يجي لها طلقه، عارف بعمل ايه؟ بلعب في بطنها كده. انا وانس لعبت في اليوترس هيبتدي ايه؟ هو من الاورجنز الغيوره. يعني قصدي اقول اذا فضيت البلادر والريكتم هيحصل ريفلكس يوتراين. طب انا هفضي ورا بانيما قدام، هفضي ازاي؟ حد يعرف المسانة فضيها ازاي؟ اذا كنت في الليتنت، حد يعرف الليتنت اللي هو اقل من كام سنتي؟ 4 تقوم تدخل الحمام، ايه هيحصل ايه؟ فضي مكتيوريت. طب اذا كان في الاكتف بقى تجيبوا لك في الحمام؟ لا، اروح اركب ايه؟ قسطره. يبقى انت مكتوب حتى في كتاب الاسم هتفضي المثانه بالميكتيوريشن او كاثيتر عشان ما يحصلش انيرشيا. يعني ايه كلمه انيرشيا؟ رحم ينام. امال ريكتال ايفاكويشن برضو عشان ما يحصلش انيرشيا. يبقى انا كده بكومبات انيرشيا، يعني بقول مش عايز الرحم ينام لي، انا عايز الرحم يبتدي يحمل ايه؟ كونتراكشن. ده في معلومه كمان جميله، ان انا بفضي الريكتم عشان في مهزله كده. في الافلام العربي زمان ابيض واسود كان بيجيبوا طشت كده او حله فيها ميه نار، وتلاقي داخله الدايه كده تقول لها هاتي الميه، تلاقي ميه نار كده ودخان. ايه بيحطوا فيها البيبي؟ ايه الميه دي؟ انا عايز افهم ايه الميه دي؟ الميه دي علشان العينه وهي بتحزق بينزل من ريكتم ستول، تمام؟ فهو بتمسك كده بفوطه ميه سخنه تعقم المكان من الستول. احنا عندنا في القصر العيني مش هنجيب طشت، احنا بنجيب بقى حاجه كده جميله جنبنا هتشوفوها جنب النايب كده، عباره عن معدن كده طبق ومحطوط فيه ديتول ومحطوط فيه ميه دافيه وقطن. اول ما العينه الراس تنزل بيحصل ايه في الستول؟ اروح جايب ده وانا طبعا لابس ماسك بدل ما ارجع، وايه ابتدي انظف الستول بتاع العين. هو الصح ان انا اعمل ايه قبل ما كنت اعمل الكلام؟ انيما. انا وانس عملت انيما هل الستول هينزل؟ ده مشكلتك بقى اذا عملت كمان ابيزيوتومي، يعني ايه؟ يعني قطع شق والستول نزل عليه انفكشن وهيفتح. يبقى انا ليه ما اعمل انيما؟ حاجتين بقى، عشان ما يحصلش انيرشيا وما اعملش سويلنج اوف تيشوز، ما لوش الجرح، ما لوش التيشوز بتاعت العيان. حصل عندنا دكتور بدون ذكر اسماء، انتوا هتشوفوه طبعا، هو الدكتور ده اصلا بس هو يعني ما بقاش يجي قوي، دكتور بيلبس احمر اخضر الوان غريب اصفر، وتلاقي جايب معاه شنطه كده ونفس اللون والعربيه نفس اللون كل حاجه نفس اللون، وهو شوي فظيع. المهم الراجل ده كان سافر امريكا، اما سافر امريكا راح هناك جاب بقى حاجات نظيفه، بدله بيضه، جوانتي ابيض، ماسك ابيض، اوفر هيد ابيض، تقول ملاك بيولد. المهم جه بقى سنه رابعه كان بتحضر الولاده مره، والله انا لن انسى، وكنا قاعدين نتفرج، فبيقول العينه احزائي مصريه، احزائي يا ماما باخضر. عارف ايه اللي حصل؟ الستول ايه؟ غرقوا. الراجل ده اصلا بقى بيلبس البدله الخضراء المعفنه اللي عليها دم بتاعه العيانين اللي قبل كده، لانه كان بفكر بقى ان هنا زي هناك بيعملوا بقى انيما. لا، ده كانت العينه الستول جاهز، هي اول ما قالت لها احزائي يا ماما بيعمل كده بقى كله ستول. يعني قصدي اقول لك ان لازم نعمل انيما. ليه؟ علشان امنع مصيبتين، انيرشيا وايه؟ سويلنج. اللي هيسمع واحد اه سيبسيس، اثنين مينيمايز بي في اكزامينيشن ويكون اندر اسيبتيك كونديشن، افضي ايه وايه؟ بلادر والريكتم. نيجي بقى لاهم نقطه رقم خمسه، دي دايما اهم نقطه اهي، انترا ابدومينال بريشر نو ستريننج، ما تحزقيش. على فكره دي بقى اهم نقطه، بقول للعينه كده اوعي إيه تحزقي. طبعا النواب الجداد اليومين دولت ضعاف شويه، يعني بيتحايل عيانه والنبي ما تحزقي خلاص، ويقعد يجري وراها. لا بص، احنا زمان كنا اقوى من كده بكتير. انا كان عندي امتحانات ماجستير انا وواحده دفعتي، وقت اسم 10، اسم 10 ده الحوادث 6 اشهر، بتقعد نبطشيات سويت 24 ساعه، هذاكر امتى؟ هسقط. فانا لازم القاعه تبقى هاديه، تخيل 20 عيانه ازاي تخليهم هاديين؟ انا كنت بجيب مشرط واحطه واحط الترابيزه في وسط القاعه واقول لهم انا الكبير هنا كده بالظبط، العينين اذا سمعت صوت كده بالظبط هفتح بطنك على السرير. طبعا انا مش هفتح الحاجه، وما عارفين القصر العيني ايه،
مجزره يعني، فاهم قصدي؟ يعني الداخل مفقود، انا مجنون وانتوا جيتوا يومي، انا هفتح بطني كعس بدون تخدير يا دكتور، او اعدي على واحده واحده وما اضحكش، واجيب المذكره بتاعتي والكتب واقعد في وسط القاع والمشهد جنبي، وكل شويه ابص لهم، ده تلاقيهم بيدعوا لي كمان، ربنا يوفقك يا دكتور. يجي لها طلقه ابص لها تكتم. على فكره كان القاع هص، انزل دلوقتي وشوف المهزله بقى، اللي تصوت واللي تجري ويقول لها ارجوك اقعدي، مهزله نواب دلاليه. انا زمان كان والله قاعتي هص، اذا حزقت تبقى مصيبه. ليه الحزق ممنوع في الفيرست ستيج؟ تخيل الباب مقفول وانت مصر تخرج، هتخرج؟ واحده لسه صباعين وهي قاعده تحزق، هي الافلام العربي هي دي المشكله، ان هم بيودعوا العيانه على باب اسم 10 تحت، بيسلموا عليها يا ريت تحزقي وتصوتي عشان تطلعي لنا بسرعه، على فكره ده قانون، يعني في الافلام العربي تلاقي ماسكه كده يا لهوي وتعمل كده تولد. طبعا تدخلي جوه اول ما تعمل الفيلم ده ما ينفعش، ليه بقى؟ هتقعد تحزق تحزق يوزلس، دي رقم واحد، مش هتولدي. الحاجه الثانيه هتبقى اكزهوستد، انا محتاجه تحزق امتى؟ في الكشك وقت الولاده. تخيل واحده قاعده تحزق بقى لها 3 ساعات، اول ما تدخل الكشك هتنام، انا اللي هحزق؟ يبقى ما تنساش رقم 2 اكزهوستد، رقم 3 مصيبه بقى. تخيل الرحم مقفول وهي بتحزق، الرحم هيحصل فيه هينزل صح ويطلع وينزل، بيشد على ايه دول؟ على الليجامنتس. الليجامنتس دي هيحصل لها ويكنس ان شاء الله بعد الولاده، تجيلك بايه موضوع هتاخدوه برولابس. يبقى ما يسالك بقى ليه نوز تريننج، وبنبه على العيانه انا محتاج الحزق في السكند والثيرد، يعني محتاجه في الكشك وانا بنزل البيبي والمشيمه عشان ينزلوا. فيقول لك ليه؟ رقم واحد يوزلس اكزهاستد بريديسبوز تو برولابس. 5 عناوين حد هيسمحهم، انا قربت اخلص. 1 اسيبسس، بس ما ننساش واحد. 2 مينيمايز بي في اكزامينيشن اندر اسيبتيك كونديشن، بلادر ايفاكويشن، ريكتال ايفاكويشن، انستراكشنز نو ستريننج. اخر 4 بقى ريست، ريست دايت اوبزرفيشن وانالجيزيا. الثلاثه دول هتاخدوهم في اي ميديكال ديس اوردر، يعني اي واحده عندها ضغط مع الحمل، سكر مع الحمل، لازم تقول ترتاح وتاكل وتابعها. ريست ودايت اوبزرفيشن دي اللي جديده، الانالجيزيا. نمسك اول واحده ريست. اسالكم سؤال، تتمشى احلى ولا تنام على السرير في الفيرست ستيج؟ يعني تتمشى اجمل ولا تنام على السرير احلى؟ قول له على حسب. يعني اذا كان الكيس فرقع، كيس فرقع تتمشى عشان المايه تخلص، والمايه اذا خلصت هتولد، المايه دي لوبريكانت بتزفلط راس البيبي، يبقى اذا كان رابشر اوف ميمبرين لازم تنام. طب اذا كان انتكت لا تتمشى. طب عارف المشي بيعمل ايه؟ وهي بتمشي كده بتسمع اصوات في بطنها، عظم في عظم، الحوض بيفتح بيحصل له ييلدنج، الراس ممكن تدخل، دي تساعدني على الولاده وتتلهي عني لانها بتقعد تصوت. يبقى المشي امتى؟ اذا كان انتكت ميمبرين. امال اذا كان رابشر هتنام، هتنام بقى على ظهرها ولا جنبها؟ كل اللي في القصر العيني هتنزله على ظهرها، وده غلط. اللي انت ما تعرفوش ان الظهر غلط ليه؟ الرحم حجمه ايه؟ ضخم، هيضغط على الانفيريور فينا كافا، يقلل الفينس ريتيرن، يقلل الكاردياك، يقلل الدم الرايح للبيبي، ده غلط. طب جنبها اليمين ولا الشمال؟ يمين غلط. تخيل الرحم، معظم الرحم وانتوا خدتوه في اول محاضره قالب على اليمين 80%، يعني ديكستر روتيتد 80%. طب اذا نامت على جنبها اليمين كانه ضاغط على، لا احلى نومه بقى ليفت لاترال بوزيشن، عشان ما تيجي تاخدوها بقى في اي موضوع، احلى نومه للحامل جنبها الشمال. ليه بقى؟ الرحم بيبعد على الانفيريو فينا كافا، فيزيد الفينس ها ريتيرن، فيزيد الكاردياك او فيزيد الدم اللي رايح. يبقى ما يسالك بقى ايه احلى نومه في الحمل؟ ليفت لاترال بوزيشن، بيزود البلاسينتال بيرفيوجن، بيزود دم اللي رايح للبيبي. ان شاء الله هتاخده بري اكلامسيا قريب، اللي عندها تسمم تنام على انهي جنب؟ الشمال. خلاص هي في الولاده الشمال اجمل نومه على الشمال. ليه؟ حتى ما الاقي البيبي تعب نمي على جنبك الشمال عشان اوصل له دم، يعني لقيت نبضه في حاجه، اجمل نومه على الجنب الشمال. ليه؟ عشان ازود البلاسنتال بيرفيوجن. كده خدنا 6 عناوين، سيبسيس مينيمايز بي في اكزامينشن اندر اسيبتيك كونديشن، بلادر ايفاكويشن، ريكتال ايفاكويشن، انستراكشنز نو ستريننج، بعد كده ريست دايت بقى، تاكل ولا لا؟
على فكره في عاده مصريه شهيره مش عارف تعرفوها ولا لا، بيبلعوا بيض. عارفين في مسرحيه المتزوجون حد شافها بتاع حنفي اللي كان بتبلعوا بيض كده، بيض مسلوق. تخيل اللي انا بتظبط بيض بلدي، عارفين البلد الصغير ده، مامتها قالت تحضر لها 20 بيضه، قلت لها يلا يا بنت ده بيحمي الطلق. تخيل واحده جايه لي بلع 20 بيضه وهي بتولد، خلاص البيض ده هيحصل فيه ايه؟ يرجع ويجي لها اسبيريشن نيمونيا، دي مصيبه. عشان كده هو اكل، لا البيض حقيقي بيزود الطلق ومش عارف ليه. يعني حقيقه ملعانه بتيجي بقى تقول لك انا بلع 30 بيضه، يا نهار اسود انا عرفت كده ان الطلق هيبقى نار، بس العيان دي مش هنايمها اندر انستيزيا، لا اذا نايمتها البيض هيرجع ويعمل اسبيريشن ايه نيمونيا. اسم العالم اللي اكتشف ده عشان بيسالوه في الشفا اسمه ماندلسون، ده دكتور تخدير، قال ان الحوامل دايما الجاستريك امتنج تايم بطيء، يعني زي كانت واكله ما بتفضيش بدري عشان البروجستيرون. خدته البروجستيرون بيعمل ريلاكسيشن لكل حاجه ما عدا الانتان القص. فيقول لك ان المعده بتاعتها بتفضل فيها الاكل كتير، اذا نايمتها هيحصل لها ايه؟ عشان كده لازم تصوم 8 ساعات 9 ساعات واكله، مش هنايم، مش هنايم انستيزي. انا في ساعات نايمها جنرال كمان، ما تحس، احنا اللي نزق واحنا اللي نولد وهي ما تحسش، ما اديهاش طالما ايه؟ واكله. فراحوا قالوا قانون بقى، اذا كانت في الليتنت فيز اقل من كام سنتي؟ ما تشرب سوائل بس اكل لا، يعني تشرب شوجر فلويد، حاجه فيها سكر، السكر يديها طاقه وفي نفس الوقت الامتنج تايم بتاع الفلويد ايه؟ سريع. طب في الاكتف انترافينس فلويد، عشان كده في القصر العيني كله مركب ايه؟ محاليل، مفيش عصاير، مفيش. يبقى كل اللي قاعد في السرايل تحت اي في ليه؟ نيوتريشن، دي حاجه كويسه، وفي نفس الوقت المعده فاضيه، اما اجي عايز انيم في اي وقت اعرف. نفترض البيبي تعب عايز انيم هعمل ايه؟ دكتور تخدير هيقول لي مش هنيم، طب البيبي هيموت. يبقى انا لازم اكون العانه ديت الدايت قلنا ايه؟ ما تاكلش خالص، لا اما تشرب فلويد في الليتن، لا اما تاخد انترافينس فلويد في الاكتف. سبع عناوين، مينيمايز بي في اكزامينيشن اندر اسيبتيك، بلادر ايفاكويشن، ريكتال ايفاكويشن، انستراكشنز نو، ريست، دايت، اوبزرفيشن، انالجيزيا. نيجي بقى للانالجيزيا دي اللي هشرحها الاول عشان اوبزرفيشن محتاجه شرح. ايه بقى الانالجيزيا اللي عندنا؟ هو ليه بندي حاجه عشان انت عارف وجع الطلق بتاع الولاده ده فظيع، يعني اللي جربته مره تقول لك مش حاول التاني. كان زمان بيحس الطلق ده عامل زي بالظبط واحده عندها مغص كلوي، يعني اذا حد جرب فيكم مغص كلوي مره ده افظع منه. تخيل يعني الناس بتقعد تتلوى، تخيل واحده بتستحمل طلق زي ده. فانا عايز رقم واحد اقلل الوجع وفي نفس الوقت الانكزايتي. ما تعرفوش ان الستات اهم حاجه النفسيه، يعني اذا قالت لك مش هتولد انسى، يعني اذا كنت انت مين قلت لك والله ما انا والده تعمل لك كده انتهى مخها. على فكره تسمع منها كلمه تنشف دماغها انسى، وتلاقي عنق رحم قفش مش راضي يفتح من الانكزايتي. عندنا ليه دايما في القصر العيني لازم اديها حاجه تبقى في عالم اخر؟ القصر العيني بالذات بره في البرايفت حاجه نظيفه، في القصر العيني حاجه تانية. يعني بره في البرايفت انا هحكي لكم قصه، انتوا بتروحوا مستشفى مع اهلها وبتدخلوا من البوابه كلكم مع بعض صح؟ وبتطلعوا الاوضه مع بعض وتختاروها كمان، وممكن تاخدي سويت كمان. واهلك قاعدين معاكي وجوزك جنبك ماسك ايدك وحماتك بره هي وكده، يعني تلاقي والناس بره بتدعي لك، والدكتور لما يجي يدخل يقول لكم ايه؟ استاذنكم بس افحص، روحوا انتوا طالعين يفحص، لا 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 لسه معاكم شويه، بعد شويه يدخل تاني افحص، ممكن ناخدها، ناخدها اوضه الولاده تنام، تصحى تلاقي البيبي جنبها نرجعها اوضتها تاني وتقابلوها تاني صح؟ عندنا بقى في القصر العيني، هحكي لك القصه عشان تعرف لازم انيم العيان. اولا العيانه بتدخل من باب حديد، انتوا عارفينه بتاع اسم 10، اخرج منه كده باب. ليه حديد؟ على فكره كان زمان ازاز، بس اللي حصل ان في عيانه ماتت مره، اه والله دخلوا علينا جوه دمروا النواب، فاحنا عملناه حديد عشان اذا حصل حاجه نقفل الباب ونتصل بالبوليس خلاص؟ يعني احنا عاملين حديد دي لامان. المهم نفتح باب الحديد هتلاقي واحد قاعد تحت بطاقتك. روح مطلعها، راجل كده عارف مصر حته حته، وعنده موتوسيكل فظيع، يعني نفترض نسيت شاشه في عيانه، عارف ما يعني تركب وراه، النايب يركب وراه، يروح يطلع الشاشه من البيت ويرجع تاني. المهم الراجل ده بياخد بياناتها دخلها لنايب استقبال، نايب الاستقبال ده مش طايق نفسه. بيقعد 12 ساعه و24 ساعه بيفحص عيانين، فبيفحص ثلاثه بثلاثه. يعني دخلوا ثلاثه طلعوا ثلاث سراير بينهم ستاير بتتشال بالليل، فالثلاثه شايفين بعض. وروح يدخل واحد اثنين يعمل كده، تدخل لا تدخل لا، هو بيقرر كده وهم مش فاهمين ليه. اول ما يقول تدخل العامله بتاخد العيان الحمام، يا ريت تشم ريحته وانت داخل شمال كده، الحمام ده بتقلعها ملط،
وتلبسها جاون زي المجانين كده خلاص، والجاون ده لونه ابيض وعليه دم من العيانين اللي فاتوا، كان زمان ديسبوزابل الجميل اللي بتلبسوه اللي هو لونه ازرق ده بيترمي ده، لا 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 مفيش الكلام ده خلاص. وتاخد الشبشب تحت بطها، ما تفهمش ليه يعني تلاقي الشبشب كده تحت بطها وهي ماشيه مع العامله. وبعد كده هو الحجم بتاع الستات عندنا ايه كبير، احنا عندنا هو ميديوم سايز، فلازم ظهرها يكون كله باين، فهي مكسوفه تروح عامله كده، لازم تمسك ظهرها وشوفوه والله هتشوف الكلام ده بالظبط، ويمشوا في سرداب طويل ما تعرفش ايه نهايته، وتودع اهلها بيودعوهم بقى اشوفك على خير يا رب ترجع لنا بالسلامه، لو ما عارفين ممكن تدخل ما ترجعش. المهم يدخلوا جوه، تدخل بس الدرب، تدخل على اوضه اللي هي بتاعه الحوادث، بتلاقي النايب شايط جوه وبيزعق، روح داخله ايه عيانه تاني، تخيل بقى انت واحده داخله تقول لها تاني ايه ليه وفي ايه يعني، اعمل لها حقنه شرجيه، وتلاقي واحده تيجي تنقل على حقنه شرجيه قيصري، يقول لك هو ده مركز وراجل ايه مشغال ايه طبيعي، ومع العيانه تروح داخله كشك الولاده. العيانه اكتر وقت بتصوت فيه امتى؟ في السكند، وجع فظيع. طب وهي بتصوت جوه العيانين بره بيقولوا ايه؟ ما جنبها بيضربوها ويقعدوا يتكلموا والله احنا شايفين، وبعد شويه تسكت ماتت، وتروح طالع قدامهم بقى ومعاها البيبي وبتعمل لهم كده خلاص، وتلاقي النايب طالع بالدم اللي بعده. تخيل انت اذا كنت في الموقف ده، هل عندي هتولد؟ والله ده اللي بيحصل بالظبط، تلاقي العيانه شايفه دم في الارض وناس بتموت، انا اولد ليه؟ فتيجي تقول لك والله ما انا والده، نفحص صباعين مش راضيه توسع، روحوني، حتى ممنوع المروح في القصر العيني على فكره، انت دخلتي لتولدي لتولدي، مفيش حاجه اسمها كده. واذا كنت عايزه حد يستلمك لازم دكتور اخصائي نساء بعربيه اسعاف ويمضي على اقرار انه هياخدك، مين اللي هيجي له في القصر العيني حاجه زي كده؟ فالعيانه اذا هربت بنكتب خروج هروب ويبلغ البوليس، يا نهار اسود ليه يعني؟ فانت عندك تخيل واحده زي دي اذا حست بالكلام ده هل هيجي لها طلق؟ طلق هيقف، كل حاجه هتقف، تقول لك مش حاول انا عايز افضل كده على طول. فالعيانه ديت انا ليه بديها بقى بيتيدين مخدرات اللي هنقول لك عليها دي؟ بيتيدين ده اسمه مخدرات عندنا، المخدرات دي اصلا في نايب عندنا كان بياخدها جميل جدا، والله كان بيكتب على العيانه وياخد هو، احنا عرفنا بقى. المهم ان البيتيدين ده بيخليك في عالم اخر، انا جربته مره بس مش كده، انا كان عندي برده حصو على الكلى كان بيجي لي زمان، ورحت مستشفى واحد زميلي قال لي هديك حاجه هي دي، انا كنت تعبان جدا، المهم راح مداني تحت الجلد مره واحده، قلت له الوجع راح، حسيت بحراره عايز انام، احلام جميله، صحيت حاجه جميله جدا حقيقي. بيتيدين ده بيخليك في عالم اخر في ثانيه. ليه العيانين يبقى ياخدوا بيتيدين؟ اقول لك بقى، علشان العيانه ما تحسش بالبلاوي اللي حواليها، طول ما في انكزايتي هل السيرفكس هيفتح؟ بس انا عايزه بقى اللي يموت يموت، اللي يولد يولد، تلاقي مين بيفتح معاك. يبقى فايده الانالجيزيا حاجتين بقى، مش بين بس، امال ايه؟ ها انكزايتي لدرجه ان قالوا انه بيوسع عنق الرحم، ما بيوسعوش، هي العيانه طالما مش مركزه عنق الرحم بتاعها ايه يفتح. البيتيدين مشكلته في حاجه واحده، اذا اتاخد قبل الولاده بساعتين البيبي هينزل مش هيعرف ياخد نفسه. هو البيبي بيتنفس في بطن مامته؟ لا، على فكره مفيش النفس امتى؟ وقت الولاده. هو مشكله البيتيدين ان خلال ساعتين بيروح للبيبي، بعد ساعتين بيحصل له ميتابوليزم. فاذا البيبي يعني نفترض العيانه حولدها على الساعه 10 ودلوقتي الساعه 9 ما ادهوش لان عارف انه هيقعد قد ايه؟ ساعتين، هينزل البيبي بيجي له ريسبيراتوري سنتر ديبريشن، يبقى الشطاره ان انت تظبطها دي محتاجه خبره بقى، يعني تلاقي النايب بيقول لك ايه؟ العيانه دي قدامها 3 ساعات اديه، العيانه دي قدامها ساعه لا، العيانه دي قدامها ساعتين، يبقى انا بديه طالما عارف العيانه هتولد بعد ساعتين. طيب بيتاخد الجرعه دي زودوها في كتاب الاسم، هم زودوها الجرعه بتاعت البيتيدين كام؟ 1 مللي جرام بير كيلو جرام كل اربع ساعات انترا ماسكولار، على فكره على حسب وزنها 100 كيلو تاخد 100 مللي جرام، ده مخدرات النايب بيمضي عليها ممكن يتسجن. 10 امبولات بيستلمهم الصبح يحطهم في جيبه، اذا حطهم في حته واتسرقوا بتسجن حقيقي، يبقى هو خدهم، لان دي ما بتتوزعش غير المستشفيات الكبيره. بيعمل ايه بقى؟ بيدي العيانه الفارغ يحطه في الايه؟ في العلبه، ويسلم ال10 فارغين يستخدم 10 مليارين، مسؤوليه، يعني ده بيمضي عليه، ده بيمضي في دفتر اسمه دفتر المخدرات، لان ده حقيقي ممنوع، لان دي مخدرات، ده ممكن يبقى فيها ادمان. هل البيتيدين احلى ولا الولاده بدون الم احلى؟ ابيديورال بقى دي جميله دي. بعد صباعين، هو الصباعين دولت مفيش وجع، بعد الصباعين بقى الاكتف بقى اللي هو 4 سم تلاقي العيانه بتصوت، ده بقى في الوقت ده يدوها ابيديورال في ظهرها كده، تلاقي العيانه بقى مش حاسه لا بطلق ولا حاجه بس رجليها بتتخدر، ما بتعرفش تمشي. بس ايه بقى؟ طلق شغال وقاعده تهزر. تولد
بتهزر، حتى تقول لها حذائي تقول لك ليه؟ انا مش حاسه بحاجه. طب معلش حذائي، كانك في الحمام ساعدينا. طب ما حذائيتش، احنا اللي بنحذق، بنخلي النايب يضغط على بطن العيانه وينزل البيبي ونحط ستاره كده عشان ما تشوفناش. اجمل حاجه الابيديورال لانها ما بتعملش ريسبيراتوري سنتر. يبقى ما اسالك بقى مين اجمل بقى؟ طبعا ابيديورال. اي واحد دلوقتي ليه تتعذب؟ انا مش فاهم. كان زمان يقول لك بيغفر الذنوب، يا سيدي مش لازم. انا اهم حاجه عندي ادي ابيديورال انالجيزيا عشان انا ما تحسش باي حاجه خالص، لا بيعمل ريسبيراتوري سنتر ديبريشن ولا اي كومبليكيشن ولا حاجه، هي بس رجليها بتقف عن العمل احنا بننقلها. بعد شويه ترجع، ده حتى بعد الولاده ممكن اكمل عليها. ما تحسش ببين من الابيزيوتومي، ما تحسش باي حاجه خالص. ابيديورال انالجيزيا احلى ولا بيتيدين؟ تسع عناوين حد هيقولهم. ايه؟ سيبسس، مينيمايز بي في اكزامينيشن اندر اسيبتيك كونديشن، بلادر ايفاكويشن، ريكتال ايفاكويشن، انستراكشنز نو ستي، ريست، دايت، اوبزرفيشن، انالجيزيا. ناقص لي ايه بس؟ الاوبزرفيشن. حد شاطر يقدر يقول لي بس العناوين؟ اتفضلي قومي. طب قولي. ها؟ ايوه. اندر سيبتيك كونديشن. ناقص واحدة ثانية. أهم حاجة ثانية. طيب رقم خمسة. أي نص اسمك؟ إسراء علي. الأستاذة الدكتورة إسراء علي، ليك هدية. أنت جايب؟ طيب هنيجي بقى على أوبزرفيشن، نخلص منه، نريح بس دقيقتين وهنكمل. اوكي دقيقتين بس نفك كده عشان الاوبزرفيشن ده، عايز شرح عشان الولاده. انا اهم حاجه عندي النهارده الولاده النص ساعه الاخيره دي. مهم جدا هشرح لك كاننا في قسم 10 بالظبط. بارتو جرام، احنا قلنا يعني ايه جرام؟ رسم بياني. بارتو يعني ولاده، يعني رسم بياني للولاده دقيقه بدقيقه. طبعا عندنا في القصر العيني هي دي الورقه، غير الورقه اللي موجوده عندك في كتاب الاسم. كتاب الاسم الصوره برده هنشوفها، لان بيجي لك تقول عليها بارتو جرام. الورقه دي بيتعمل فيها ايه بقى؟ بص بقى، العينه دي دخلت، نفترض انا نايب قاعد في القصر العيني ودخلت لي الساعه 10 الصبح، ورحت كاتب اسمها، هكتب اسمها هنا فوق وهنا هكتب 10 صباحا. دخلت لي الساعه 10 صباحا. افحص عنق الرحم اللي هو السيرفايكال ايه؟ دايليتيشن. لقيت عنق الرحم العلامه دي لقيته 4 سم، كده دخلنا في انهي فيز؟ اروح اعمل العلامه دي عند كام سم؟ 4. بعد كده اشوف الديسنت بتاع راس البيبي، خدناها ستيشن. لقيت الستيشن اهي دي العلامه دي اللي هو التريانجل ده، لقيته ماينس 2، ده لسه فوق الاسكيل سباين. رحت عملت علامه على ماينس 2، ده كام؟ ده الساعه كام؟ 10. طيب بعد كده هنزل على الارقام دي، شوف من 40 ل 200، ده ايه ده؟ اول حاجه هسمع نبض الجنين. في جهاز كده اسمه سوني كيد، ده عليكم في الاوسكي، عباره عن جهاز كده بيسمع كل الخلق. يعني بحط كده دوبلر يقعد تك 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 تسمع نبض الجنين بتاع البيبي وتعده. لقيت النبض بتاعه 140، هو النورمال، يعني قول من 120 الى 160، خلاص يعني ده لقيته نورمال. ورحت عملت علامه. بعد كده قست لها الضغط، السيستول اهو طلع 120، عملت العلامه دي. الدايستول طلع 90، يبقى 120 على 90. جيت قست لها الحراره، ترمومتر لقيت الحراره بتاعتها 80 ديجري فهرنهايت، ها يعني دي نورمال. رحت جاي هنا اهوت، ادي 80 ديجري فهرنهايت اهي او 100، رحت حطيتها هنا، ديت اللي هي التمبريتشر. بعد كده قست نبض العيان، لقيت النبض بتاعها 95، رحت حاطط هنا. كل الكلام ده الساعه 10. بعد كده رحت حاطط ايدي على بطن العيان، الرسمه اللي تحت دي عشان تفهم، حاطط ايدي على بطن العيانه ومعايا ساعه بالشكل ده، لقيت بطن العيانه بتحجر اللي هي يوتراين ايه؟ كونتراكشن. اشوف بيجي لها كام طلقه في ال 10 دقائق وبتقعد قد ايه؟ فاروح حاطط ايدي كده، لقيتها جالها طلقه قعدت اقل من 20 ثانيه وطلقه واحده في ال 10 دقائق، رحت مظلل مربع واحد. طالما ظللت مربع يبقى في ال 10 دقائق جالها كام؟ طلقه. نقطته يبقى اقل من 20 ثانية. طب إذا كان قعد من 20 ل 40 ثانية كده كام طلقة؟ 2. أروح مظلله كده بخطوط. طب إذا قعدت أكتر من 40 ثانية أسودها، دي كام طلقة؟ 3. أهو ده الفيسيولوجيكال. يعني النورمال يجي لها 3 طلقات في ال 10 دقايق، وكل طلقة تقعد حوالي 60 ثانية.
هو ده النورمال، هو ده الفيسيولوجيكال. يبقى انت بتشوف ها مربع يبقى طلقه، مربعين طلقتين، ثلاث مربعات يبقى ثلاث طلقات. كل ده في ان ايه؟ في العشر دقائق. اذا قعدت اقل من 20 سنه بنقطه، اذا قعدت من 20 ل 40 بعمل كده. تكون عدت بقت الساعه كام؟ 11. اطلع فوق فاضيين بقى، اشوف السيرفايكال ايه دايلاتيشن، لقيته هو هو، اشوف الديسنت هو هو، اجي على واروح اعمل بقى علامات علامات، وانزل انزل. تكون الساعه كام؟ فاضل يعني 80 عيانه في اليوم، اقعد جنب واحده واحده اعمل لها بارتوجرام. على فكره بتعمل، انتوا ان شاء الله اللي هتعملوه اما تبقوا امتياز، اما تيجوا امتياز هتلاقي النبي بيقول لك تحب تروح؟ تقول له اه نفسي اروح النهارده واجي لك بدري من الساعه 7. يقول لك طب تعالى الساعه 7 بقى وتعمل البارتوجرام كله، يعني 80 حيانه مره واحده. طب احنا ليه بنعمله ما احنا ما بنعملوش على عيانه ولازم يتعمل ويتقفل؟ ايه بيقول لك العيانه دخلت الساعه 10، تروح انت بيعلمك 10، ولدت الساعه، ماتت الساعه 9، فرقعت الساعه، انت بقى بترسم بعد ما حصل. ليه بقى؟ طلع ان الورق ده بروتكتيف، يعني سيادتك لما يجي يحصل تحقيق معانا طلع من الارشيف هيطلع لك ورقه بارتوجرام. النايب كان قاعد الساعه 10 فرقعت 11 وهو قاعد جنبها، ماتت 12 وهو قاعد جنبها، يعني الراجل ما سابهاش. فكده ما نقدرش حد ياخد عندنا حاجه، حاجات تامين. البارتوجرام ده ان شاء الله هتقعد تملوه طول عمرك، حاجه جميل جدا. بالظبط الصبح كده 80 ورقه تخلصهم وتروح بالليل. طلع ان البارتوجرام بقى السؤال اللي بيجي ايه الايتيمز اوف بارتوجرام، هو ده اللي انا عايزه، يعني بشرحه بس عشان تقول لي ايه اللي فيه. تعالوا نشوف بقى الايتيمز اوف بارتوجرام اهي. السؤال ده كان بيجي تحريري، احنا خلاص ما بقاش فيه تحريري، بس شافوا البارتوجرام فيه ايه؟ جرافيك ريكورد للايفن اند بروجريس اوف ايه؟ رسم بين حاجات للام وحاجات للبيبي، انتوا اللي هتطلعوها بدون ما تبصوا. حد يقدر يقول لي حاجه جنرال في الام بشوفها؟ بلاد بريشر، بالس، تمبريتشر. طيب حاجه ابدومينال في الام؟ الكونتراكشنز كنت بشوف فيها حاجتين، كام طلقه يعني الفريكوانسي بتقعد قد ايه الديوريشن. طب لوكال حاجه في الام سيرفايكال ده لا الهيد دي مش تبع الام، انا سيرفايكال ده سيرفايكال ديليتيشن بقى ما يسالك بتفحصها كل قد ايه، اوعى تنسى كل ساعتين، مش عايزين فحص كتير خلاص. يبقى الحاجه الوحيده اللي مش كل ساعه اللي هي السيرفايكال، والدليل على الرسمه اطلع فوق كده اهو، شوف الساعة 10، شايف الساعة كام؟ 12، الساعة 2، يعني كل ساعتين بشوف السيرفايكال ده. طب البيبي حاجة جنرال؟ الهارت ريت بتاعه. طيب حاجة لوكال مفيش ابدومينال، الديسنت، آخر حاجة بشوف لون المية. فكده ما قلنا لونها أخضر اجري، طب لونها أحمر ده فيه نزيف، طب لونها اصفر ده في جاند، يعني قصدي على حسب هو دايما بيبقى عامل زي الميه بتاعت الحنفيه. يبقى انا بشوف الامنيوتيك ايه، هو السؤال بيقول لك ايه ايتمز، يقول لك كده اول ار ايتمز اوف بارتوجرام اكسبت، بيجي لك في الام سي كيو انت ما عليك تعرفهم وتكسكلود. في حته بقى كتاب الاسم كاتبها، انا عارف ان في ناس هتيجي تقول لك اصل ما قالهاش، هقولها والله هقولها في الفيتولوجي اهي انا كاتبها. اما بنسمع نبض الجنين بنسمعه بطريقتين، انا هقولها سريعا بس عشان دي هتضيع وقت ملهاش لازمه. لا اما العينه لو ريسك يعني ما عندهاش لا ضغط ولا قلب ولا حاجه، عادي اسمع بالسونيكيد، يعني بتجيب الجهاز اللي عامل زي الدوبتون كده اسمه سونيكيد، جميل جدا عامل زي اللاسلكي، بيبقى عامل كده ادي الجهاز ودي سماعه فيها خروم اهي، وده زرار بتقعد تلفه، وده سلك، وده اللي بيتحط على بطن العيان، ده اسمه سوني كيد. ده جهاز النايب بيحطه بالبطاريات، روح حطه كده. كان زمان بقى بنسمع بكوز كده، اتلغى الحمد لله، تلاقي النايب اهبل كده قاعد يسمع بكوبايه في بطن العيانه وهو الوحيد اللي بيسمع، لا احنا عايزين نسمع كلنا. يبقى الانترميتنت بسمع بالاله ديت، ودي بتجي لك في الامتحان وهتشوف صورتها، بيجي لك صوره في الاوسك اسمه سوني كيد. لا اما احط لها حزامين هتشوفوهم في اسم 10، حزام كده وحزام كده، والجهاز بيطلع ورقه. مؤقتا اعرف اسمه سي تي جي، اصل ده محتاج شرح، يعني ده قصه لوحده. ده سي تي جي ده جهاز
ممتاز جدا، بيعرفك بقى نبض الجنين، الطلق، كل حاجه، وكله بالرسم. يبقى اذا كانت العيانه هاي ريسك، عندها سكر، عندها ضغط، يبقى انا بعمل ايه؟ بحط الحزامين. امال اذا كانت العيانه لو ريسك بعمل ايه؟ ها، بسمع بالسونيكيد. مفيش حد يذاكر لي ده، والله هناخده في الفيتولوجي، في حاجه اسمها انتي، ده انا بقيس حاجه حاجه ورسومات، ده انتوا عليكم الرسومات بتاعتها. يبقى مؤقتا الايتمز والبارتوجرام اعرفها بس، اما حكايه بسمعهم ازاي هناخدها تاني في الفيتولوجي. نيجي بقى الاهم ستيج، نولد نمشي. طبعا مش هقوله كله، انا هقول بس 9 عناوين اللي هتقولهم لنا الدكتوره وتولد معايا. احنا هنولد النهارده كل حاجه ما عدا الراس. الراس دي المره الجايه لوحدها، الراس دي قصه. يا راس البيبي ديت يوم ما بتعدي تبقى مصيبه. كشك اللي هو سكند ستيج، ده بقى كشك الولاده، بيسموه كده كشك. كشك تلاقي واحده بتعرج مع الترول اللي بيعرج، بيشيلوا العيانه ويودوها كشك الولاده وينموها في وضع اسمه ايه؟ لا سطر. ازاي اعرف انها في السكند؟ مش هنقول اي مانجمنت دايجنوز وتريتمنت؟ احنا قلنا الدايجنوز هنا ايه بقى؟ اما تبقى العيانه فولي دايليتد فولي، واحنا قلنا يعني ايه فولي دايليتد؟ مش حاسس عنق الرحم. السيرفكس السكنس بتاعه قد السكنس اوف لور يوتنس. في الوقت ده اقول كشك، او انا كنت منبه من شويه هي بتقول لي نو ستريننج، اللي هي نسيتها، يعني ما تحزقيش، هيجي لها وقت تحزق غصب عنك. عارف امتى؟ اللي هي صوت البقره اللي قلت لك عليه ده. ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا فضيت الريكتم صح، فضيت الايه، البلادر. طيب البلادر ممكن تملى، بس الريكتم ممكن يملى في الولاده. تقول لك يا دكتور عايز ادخل حمام من ورا، مش قادر، بتعمل كده، اعرف ان مين نازل، هو ده السكند. يبقى انا بعرف السكند بحاجتين. اما تقول لي اكستريم ديزاير تو ديفيكيت، خلاص دي اول حاجه. والحاجه الثانيه اما تبقى العينه فولي دايليتد فولي افيز. تعالوا بقى نشوف الخطوات، اكتبها بالعربي. دكتور علاء شفيق الله يرحمه بصراحه كان اشطر واحد يعلمنا ازاي نولد السكند ستيج. يقول لك بالعربي كده عشان ما تنساش. اول اربعه اكتب للام، الأربعة الأخرانيين للبيبي، بينهم ولادة الراس المرة الجاية. تاني يبقى أربعة للأم، أنا طول ما أنا مرتب أعرف أتكلم. أربعة للابن وما بينهما، طبعا هو مش مترتبين في كتاب الاسم بس أنا برتبهم كده الصح بالترتيب. أول واحدة اكتب عليها أنقلها. إحنا أول ما نقول كشك إيه اللي بيحصل؟ إحنا قلنا واحدة بتيجي تنقل إيه؟ العيانة. ترانسفير البيشنت تو equipped ايه الدليفري روم، يعني اوضه محترمه اللي اسمه كشك الولاده. طيب بعد كده انيمها بالعربي، يبقى اول واحده ايه؟ ها، انقلها. بعد كده انيمها، هتنيمها في وضع اسمه ايه؟ اللي هو ده اللي هنشوفه دلوقتي، هو ده الوضع اللي اسمه لايثوتومي بوزيشن، وده احلى وضع. طيب بعد كده اعقمها عشان ما انساش، اعقمها يعني ستيريلايزيشن، بعقم العيانه. بصوا من اول الامبليكس لغايه النية، وبعد كده غطيها بفوط، وبحط في رجليها حاجه اسمها ليجنز، شرابات، شرابات كده كبيره على اساس ما تبقاش في وشي، الحته اللي باينه لي مين بس؟ الفالفا، كله متغطي ما عدا الفالفا. يبقى اعقمها. بعد كده بقى اقول لها ايه؟ احزقي اما يجي لك طلقه وريحي. يبقى اقول لها احزقي. يبقى بين ثلاث اربع حاجات وهشرح لك رقم اربعه. يبقى اول واحده هتقول لي بالانجلش، مش هتقول لي انقلها، احنا بينا وبين بعض. يبقى ترانسفير البيشنت تو ديليفري روم. اثنين، بوت ذا بيشنت ان لايسوتوم بوزيشن، ستيريلايزيشن وذ ابلكيشن اوف تاول اند ليجنجز. بعد كده اهوت اسك البيشنت تو سترين ديورينج كونتراكشن اند ريلاكس ان بتوين. تعالى تعالى نشوف بقى ايه ولاده البيبي ازاي وهي هتولد معايا النهارده، بس بعد ما اولد انا اول مره. حط بقى الجل هنا، احط المشيمه جوه. انا مش عشان التعقيم، عشان الجل هيغرق ايدي. انت جايب خطوة واحدة؟ فين؟ هما فين طبعا. حطيت جيل كده. بص بقى ارفع. هو دلوقتي اللي هيحصل، ادي الراس اهي، هقول للعينة ايه؟
تحزق اثناء الطلقه وتريح بينها. الطلقه جت، شوف ايه اللي هيحصل. انا هعمل ايه بقى في الوقت ده؟ مش هتفرج كده، لا انا اذا سبته الراس هتعمل كده، فاكرها سكينه وتروح فاتحه لي مين؟ الانس. ده انا بجيب شاشه واحطها هنا، دي المره الجايه فين؟ على البرينيم، احافظ عليه. زق ايديا طوبه، شايف راحت الطلقه، شوف. استنى جالها طلقه، اقعد اعمل، وانا هقعد اعمل كده على طول، ده مش هتولد. قال لك لا هروح طالع ده المره الجايه بقى وما يرجعش. طلع ضعيف ضعيف، بس كده طلع وما رجعش. هنا بقى هبتدي اولد البيبي. ولدت راس دي المره الجايه هقول لك ليه مستني الحركه دي. اما يطلع وما يرجعش، في الوقت ده خلي راس البيبي ايه؟ تنزل. الراس اتولدت، دي بقى المره الجايه، دي قصه لوحدها. احنا قلنا بيلف اسمها ايه؟ ريستيتيوشن، وبعدين اكسترنال روتيشن. البيبي كده بقى هبتدي البيبي بقى اربع حاجات. تعالوا نشوف كده، احنا خلصنا مين؟ الام. البيبي 6 و7 و8 و9. 6 بجيب شاشه وانشف للبيبي وشه اول ما ينزل، وفرصه احط قسطره واشفط له. سؤال بقى، هل الكلام ده بيتم في القصر العيني؟ خالص، ده اول ما يطلع اروح واروح رميه. ها الصح بقى، طالما البيبي لسه جوه ليه بشفط للبيبي؟ دي حته في منتهى الاهميه. اولا البيبي موجود جوه بطن مامته بالشكل ده كده، هل هيقدر ياخد نفسه؟ لا، شفط. لان اذا انت طلعت بيه بدون ما تشفط اروح اعمل ويحصل له ايه؟ اسبيريش. يبقى الشطاره ان انت اول ما الراس تطلع بتكون محضره لي فوطه انشف له وشه، واجي جوه اشفط له بقه. ليه؟ عشان ما يحصلوش ايه؟ فرصه. بعد كده بقى ولاده الاكتاف. بس قبل ولاده الاكتاف بيقول لك وانت بتولد هتلاقي مصيبه من اتنين. المصيبه الاولى، ودي هوريها لكم فيديو، انا لسه مولد واحده لقيت فيه اربعه كويلز حوالين راس البيبي، دي صورتها فيديو. بص يعني مولد واحده طبيعي، ادي ده كده لقيت كده حوالين راس البيبي كويل واحد، اعمل ايه؟ ده سؤال في الامتحان. يا لقيت كورد لافف حوالين رقبته، بيقول لك امسك الكورد كده وزحلقه، ده اول سؤال. طيب حاله تانية جت لقيت تو كويلز، ايه رايك؟ لا كده مش هيتزحلق، امال اعمل ايه؟ اروح جايب التين واقص بينهم، خلاص ما انا هولد خلاص. طب اذا لقيت ثلاثه برضو تو كلامبس واقص بينهم، يبقى انت الحاله الوحيده اللي هتزفلط لما يبقى وان ايه؟ كويل. المهم العينه ديت الحمد لله ولدت وما فيهاش كان في كويلز ولا اي حاجه خالص. هبتدي اولد الاكتاف بقى. يبقى اول واحده هتكتب لي اشفط له بالعربي اللي هي سوابينج واسبيريشن. تاني اللي بعدها ولاده الاكتاف، دي بتتعمل ازاي؟ سبعه وثمانيه. بص هي هتعمل كده الدكتوره، سبعه وثمانيه، باجي اعمل كده، شوف دي سبعه ودي ثمانيه على النك، انزل بالبيبي لغايه اما اني شول ده ريبان، اللي يقول لي ليفت ورايت يطلع بره انتيريور، وده ايه؟ الانتيريور يثبت، اروح رافعه اولد مين؟ اهو اهو بوستيريور. بعد كده اولد انتيريور، هتلاقي ايه اللي خرج؟ البيبي. اسيبه؟ هروح واقع. ها انا بروح ماسكه كده، اسمها ماسكه الافلام. ها كده، عارف اذا انت مسكته كده ايه اللي هيحصل؟ يتزفلط يتزفلط ويقع. طبعا هو وقع مني مره، بس وقع مش في الارض الحمد لله. احنا عندنا في القصر يعني بنحط جدل فيه ميه عشان الستول فالبيبي وقع في الميه. بصراحه انا كنت كان ضخم قوي وكان عينه دايبيتك، وقع مني وانا نايم، انا مش هنسى اليوم ده. راحت الام هي صاحيه، ابني، قلت لها اهو اهو ادي ابنك اهوت كويس، والموضوع عدى على خير. فاحلى ماسكه، ماسكه الافلام اهي، جراسب وفرو، يبقى اكتب ماسكه الافلام من الانكلز كده عمره ما اتزفلط، اجمل ماسكه. بعد الماسكه ديت مسموحه في كل الحالات ما عدا ثلاث حالات، يعني ثلاث حالات امسكه كده واديه لدكتور اطفال. هتقول لي مش مكتوبه في كتاب الاسم، مكتوبه والله في البريماتيوريتي بعد كده. يبقى انت الماسكه ديت في كل الحالات ما عدا ثلاثه، حرف الايه؟ اسفكسيا. يعني ايه اسفكسيا؟ الاكسجين اللي رايح البيبي ايه؟ قليل. عارف بيعمل ايه؟ الاكسجين طالما قليل بيعمل انوكسيا للوول اوف بلاد فيسلز اللي في البرين، فتبقى ضعيفه. اما اعمل كده يحصل ايه في البلاد فيسلز؟ تفرقع، يحصل انتراكرينيال. يبقى الحاله الاولى امسكه كده واديه لدكتور الاطفال امتى؟ اما يبقى فيه اسفكسيا. طيب اتنين، بي بريماتشور مش بي بريماتشور، يعني
بيبي قبل ميعاده. اللي انت ما تعرفش ان البريماتشور بريماتشور في كل حاجه، اللنج بريماتشور، الكيدني بريماتشور، البلاد فيسلز فراجايل بريماتشور. يعني اذا عملت كده هيحصل لها برده انتركرينيال ايه؟ افتح البريماتشور في كتاب الاسم يقول لك دونت جراسب فروم هيز انكل. طب ما انت ما قلتهاش ليه في الاول؟ وتوديه كده لدكتور الاطفال. الحاجه الثالثه والاخيره سي كرينيال هيموريج اف سسبكتد. يعني ايه؟ يعني اذا لقيت الام بتقول لي المره اللي فاتت البيبي مات عشان جاله نزيف في المخ، اروح ماسك ده كده؟ لا كده طب. يبقى هم الثلاث حالات امسك فيهم البيبي كده، اللي هم ايه؟ اسفيكسي، بي بريماتشورتي، سي كرينيال هيموريج اف سسبكت. في الاخر هلاقي حاجه مدلدله اعمل فيها ايه؟ تو كلامبس اند كات ان بتوين، بس يعني قلتين واروح قص. هعيد الولاده تاني طبعا، ولاده راس المره الجايه هي هتعملها برده. احنا هنشوف بس ايه الخطوات. احنا عندنا تسعه بس لازم تقولهم لي. انقلها، انيمها، اعقمها، اقول لها ايه تحزق، الراس نزلت اشفط له، ولاده الاكتاف، مسكه الافلام، الحبل السري. يبقى انا كده خلصت التسعه، لان لازم اكون مرتب، هو ده الترتيب اللي هعمله في الولاده. اذا انا ما رتبتهمش كده ما انت عمرك ما ولدت ولا شفت ولاده. يلا بقى عشان نخلصها احفظيهم لي هتسمعيه. احنا ممكن ناخد الراس النهارده بس اذا قلتي لي التسعه. اول حاجه ها انقلها، يبقى ترانسفير البيشنت تو ذا، انيمها، بوت ذا بيشنت ان، اعقمها، ستيرلايزيشن وذ ابلكيشن اوف تاول اند ليجنجز بالبيتاداين، وتعقمها كلها لغايه الايه النية. بعد كده اقول لها ايه سترين ديورينج كونتراكشن اند ريلاكس ان. اول ما تحزق حط هنا. ليه؟ بحافظ على البرينيه ما تقطعش. راحت الطلقه، جت الطلقه لغايه اما يطلع وايه ما يرجعش. اول ما كده اخلي الراس بقى تبتدي تتولد، وهنعرف ازاي. بعد ما تتولد هي هتلف لوحدها، ها ريستيتيوشن ستانر روتيشن، قلنا نذاكر ده قبل المره الجايه. هحط بقى بعد كده اهوت اشفط له. بعد كده ولاده الاكتاف، ها انزل اولد انت ثم بوستيريور، ها ثم انتيريور، شوف ماشي على ظهره لغايه ما امسكه، ها ماسكت الافلام. بعد كده ديلينج ويز كورد، تقدر تقولي لي تسع عناوين. اقعد شويه عشان هنولد الراس. ايه تو ديليفري روم على مهلك. يعني هوديها اوضه تراعي واروح معقمها وهي واقفه كده. لا صوتي بوزيشن نيز. ايوه بعد كده واحط فوط عليها اغطيها تاولز اند ليجنز. ها ثلاثه بعد كده اسك البيشنت تو سترين ديورينج كونتراكشن. الراس نزلت، دي رقم خمسه. سته بقى الخمسه بعد كده البيبي بقى. اول ما راس تطلع، اول ما راس تطلع هعمل لها سواب واسبيريشن. ممتاز عشان ما يحصلوش اسبيريشن. اه وبعد كده الشولدر ديليفري. ايوه انهي شولدر بيتولد الاول؟ بيتولد البوستيريور. شاطر. بعد الشولدر همسكه من رجله جراس فروم از انك، ما عدا ثلاث حالات. ما عدا لو هو عنده اسفكسيا، لو بريماتيور، لو سسبكت انتراكرينيور. ممتازه. ها اخر حاجه حلوه نولد بقى الراس وركزوا فيها، لان دي اهم حاجه عندي ولاده الراس دي لوحدها قصه. اللي مش هيفهمها هولده، يعني هعمل فالفا ويتولد بنفسه. اجمل حاجه انت تتولد، هتحس كده اه انا بتولد صح. تعالوا نشوفها كده ولاده الراس بقى. دي بقى اهم حاجه عندي النهارده ولاده الراس. هقولها مره هنا، مره على البيبي، مره عليا، مره اولدك. خلاص اهي نقراها بقى الحته اللي تحت دي بعد اذنكم. اهي ده اهي ديليفري اوف هيد. مشكله الراس احسن يحصل برينيال ايه تير. الجونسات معفنه. هحضر شاشه واتنين لازم. احنا قلنا اول ما العيانه تحزق هعمل ايه بدي؟ دي اسمها بيرينيال سبورت اهي. طلع دي اول صوره ممكن تجي لك.
دي جت قبل كده في الاوسكي، ان احط شاشه هنا واحده اقول له ده بيرينيال سبورت. ليه؟ عشان امنع البيرينيال ايه؟ تير. راحت الطلقه طلعت تاني جامد شويه، انت مالك النهارده؟ ها شيب احزق كويس. ها تاني لغايه اما ايه؟ تطلع وما ترجعش، تطلع وما ترجعش مش لغايه الاخر. دي اسمها كراوننج. يعني ايه كراون؟ تاج. البيبي لبس التاج اللي هي مين؟ الفالفا. طب انا مش فاهم ايه اللي حصل. البراس طلعت ودخلت، طلعت ودخلت لغايه اما الايمننس ده عدى. فاكرين مباراه الايمننس؟ اما عدى ما رجعتش. هي دي اسمها كراوننج. في الوقت ده خليه يتولد. طب ليه انت مستني كراوننج؟ ما دي اللي انا عايز اعرفه. يعني ليه هستنى يحصل كراوننج عشان اخليها تتولد؟ هقولها مر عليا، مر على البيبي ده. اقعد شويه افكركم بالديامترز الاول عشان الناس اللي ما حضرتهاش. راسي اما تبقى ويل فليكسد ده كام؟ 9.5. اما اعمل اكستنشن اجيب 10، اما اعمل اكستنشن اجيب 11.5. تاني يبقى كده كام؟ 9.5 كده، 10 كده، 11.5. تعال لغايه ما نعرف اساميهم، انا بس بديك الارقام الثلاثه كده. البيبي ويل فليكس ده اهو، يعني كام؟ 9.5. ما اتولدش منه حاجه، شايفين اهو؟ او ما اتولدش حاجه، خليه يعمل اكستنشن. هيجيب كام؟ 10 هيتولد؟ لا، هيجيب كام تاني؟ 11.5. يبقى انا ديستند الفالفا بكام؟ لا سيبك بقى احلى، خليه يطلع. فاكر لما كنت بحط الشاشه؟ يطلع على قد ما يقدر لغايه ما يحصل كلمه اسمها كراوننج. هيبقى محتاج اكستنشن واحد عشان يتولد. 10 يبقى انا ديستند ب 10 احلى ولا ب 11.5؟ عادها تاني. انا بيبي اهو اتولدت؟ لا. انا كده كام؟ كده كده. طيب اذا انا عديت كل ده وانا فليكسد لغايه ما حصل كلمه اسمها ايه؟ هعمل 10 اتولد. يعني كده البرينيال تير قل ولا لا؟ انا ديستند ب 10 بدل 11.5. الشاطر يقول لي بقى 10 ده كان اسمه ايه؟ ممتاز. وال 11.5 اوكسيبتو. يبقى نكتب بقى دي ليه بستنى بعد الكراوننج اهو. ليه بستنى افتر كراون؟ شود بي ديليفرد افتر كراون تو ديستند، تو ديستند فالفا باي ها سب اوكسيبتو فرونتال كام؟ 10 انستيد اوف اوكسيبيتو شيل سب فرونتال 11.5. فهمتوا بقى ليه بستنى الكراوننج؟ طب نفترض حد مش فاهمها هيتولد بعد الحصه عادي، هعمل فالفا وانت تطلع. على فكره اجمل حاجه تعملها على نفسك ان انت حقيقي ما اتولدتش، فانت محتاج تو اكستنشن عشان تتولد. بس اذا انت عديت الجزء ده بالفلكشن اللي هو البرينيال سبورت، فانت حقيقي هتعمل اكستنشن خفيف تتولد. يبقى انا كده ديستند ب 10 بدل 11.5. طيب وهو بيتولد بقى، تعالى بجيب شاشتين والحمد لله كتاب الاسم كاتب الطريقه دي، ودي الصوره الثانيه اللي بتيجي في الاوسكي. يبقى الصوره الاولى برينيال سبورت شاشه واحده، الصوره الثانيه اهي كده شاشه تحت وشاشه فوق. عارف ليه؟ بقشر راس البيبي منين؟ من الفالفا. حاول تزق. هعمل ايه بقى؟ بص بدون ان بتوين كونتراكشن، انا بس هخليه يزق عشان ده بيبي مش حقيقي. ها وبدون حزق انا بقشر راس البيبي. يلا اهي بقشر علشان ما تعمليش ايه؟ قلاو بقى جراديوال اكستنشن ولا مينتين فليكشن؟ ده ام سي كيو جت دي اسمها ريجن. انا بضغط على هنا على الاوكسفيت وبضغط هنا على البرينيوم وعايز اطلعه. تفتكر هطلعه بجراديوال اكستنشن ولا مينتين فليكشن؟ غلط، مينتين فليكشن عمره ما هيتولد. لازم اعمل جراديوال اكستنشن عشان ديستند بكام؟ ب 10. يبقى دي جت في الام سي كيو، اوعى تنساها. كاتب لك واحد انا بعمل ريجيم تو مينتين فليكشن تو مينتين اكستنشن تو الاو جراديوال، هي الاو جراديوال اكستنشن. يبقى ما تنساش ان انا بخلي راس البيبي تعمل اكستنشن خفيف. ده سؤال جه قبل كده وكتبوها الحمد لله. طيب ما انا ممكن احتاج اعمل حاجه، حد يعرفها؟ راس البيبي فحل خارج، اروح جايب صوابعي كده اهو جنب راس البيبي قبل الكراوننج. يعني اصل طالما خلاص هيطرشق اروح حاطط صوابعي كده واجيب مقص. انا ليه بحط صوابعي دول؟
عشان ما اعورش البيبي. انا بحط مقص بين صوابعي، لا اما اقطع كده لا اما اقطع كده، يعني لا اما ميديان لا اما ميديو لاتر. ده اسمه شق العجان بالعربي، اللي اسمه ايبيزيوتومي. يبقى نعيد الولاده بقى من الاول خالص، سبع اللي هو التسع خطوات. يلا حط جل تاني. وانت هتولدي مره دلوقتي، فركزي بقى عشان انت اللي هتعملي، وهسيبك تنزلي البيبي وتمسكيه. ها ماسكه الافلام. ايوه وانس ولدت كلكم هتولدوا، بس كل مره واحد او اتنين. يعني اذا جينا هنا بدري بيبقى معانا الجهاز تيجي تولده انت. وانس ولدت مره خلصت. لو البريتش بقى ايه، هنولد بريتش بقى كده، باتوكس بقى وستول وحاجه ايه. يلا بسم الله. ترانسفير البيشنت تو deliver room, put the patient in lasotho position, sterilization with application of towels and leggings. Ask the patient to strain during contraction and relax in between. بروح جايب شاشه احطها فين؟ هنا طوبه، اديك طوبه. انا اشوف ايديك دلوقتي، انا هزق. انت ان شاء الله عمل ايه ما هخليه يطلع. يلا زق اقصى حاجه عندك، ولا هيعرف يعمل حاجه. ديكي بقى من كتر التعود تبقى زي الطوبه. راحت الطلقه، طلع التاني جامد، اعمل جامد. شايف انت مالك من شويه كده؟ يلا ها حزق. ايوه هتطلع هتطلع لغايه اما ايه تقف. وانس وقف يبقى حصل كلمه اسمها ايه؟ طلعها شويه. كراوننج. في الوقت ده بمسك كام شاشه؟ اتنين اهو. يلا طبعا ان بتوين كونتراكشن عشان ما تطلعش مره واحده، واطلعها كده. بص انا بقشر الفالفا بصوابعي كده، دي اجمل حاجه. اقشرها. بعد كده حصل ايه؟ ها ريستيتيوشن اكسترنال روتيشن. اشفط لمين؟ للبيبي. انتيريور شولدر اهو، بوستيريور انتيريور. امشي على ظهره كده. بعد كده امسك مين؟ الكورد. تعالي طبعا الابيزيوتو المره الجايه. انا على فكره بمسكه كلهم كده، انا ما بمسكش كده، انا بقيت اعمل كده وامسكه كده احلى. انا ايش ضمني؟ تعالي البسي جوانتي. يلا اعمله لك اهو عشان ما يعملش زي ما البسي. تحبي تلبسي ده احلى؟ ده كيس. وده بايظ. خدي ده كمان. يلا الشاشتين اهو بتوعك. بهدوء تعالى بقى كده امسك لنا البيبي. ماشي ما جوه خلاص بقى، مش لازم. يلا اول حاجه هي كده، اول حاجه ودت هنقلها. ايوه وبعدين حطيتها في وضع، وبعدين عملنا استرلايزيشن. بعد كده قلت لها احزقي ديورنج كونتراكشن. هتحزق اهي. يلا الشاشه امسكي كويس ما تطلعهاش. راحت الطلقه. ها راحت الطلقه وهكذا، فاهمه؟ لغايه اما ايه؟ ها؟ خلاص اهو تطلع وتقف. شيلي ايديكي بقى، شيلي ايدي. ايوه تجيبي الشاشه الثانيه. شاطر. طلعيها باقل اكستنشن. قشري قشري بصوابعك اهو. انا بقشر. ايوه قشري من ناحيتي. شاطر فهمتيها؟ ده اسمه تقشير. بعد كده طلعت، اسيب الشاشه بقى خلاص. هتعملي ايه بقى؟ ايوه ريستيتيوشن. امسكه من هنا يعني، هو بيلف لوحده. بعد كده بقى ولدي الاكتاف. شفطتي له بعد كده؟ خلاص مسحت له شفطت له. 7 و8 ازاي؟ 7 اوكي. ايوه انزلي. لا 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 الاول تجيبي الانتيرو شولدر الاول. ما هو ثابت اهو. لا هو لسه ما بانش، انت بتنزلي لغايه ما تبينيه. انزل اهو بان. ثبتيه بقى خلاص. اطلعي. لا لا ايديكي برده نفس. ايوه اطلعي. حطي ايديكي ولدي.
ايوه كده شاطر. وبعد كده انزلي تاني امشي بقى على ظهره بايدك اليمين. انت يمين صح؟ طيب امشي على ظهره وهو بيتزفلط كده. اوكي حطي ده بقى على الانكل اليمين. انت بتمسكي الشمال ليه؟ يعني انت بتمشي على ظهره لغايه ما توصلي الانكل. بصي وهو نازل كده اهو تمشي كده 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 وتروحي ماسكه الانكل. ايوه كده اهو شاطر بالظبط كده الانكل. وبعد كده بعد كده بقى امسك الكور. بس شكرا هات الهديه ان شاء الله. المره اللي جايه هنكمل الليبر هتخلص. المحاضره اللي بعديها اهم محاضره بقى سكيم اوف مال برزنتيشن. يعني سكيم ده مش هتلاقوه في الكتب. ورقه كبيره كده هبعتها لكم تطبعوها على A2 حاجه كبيره. دي ورقه تخلص لك سكيم كامل يعني اوكسيد بوستير فيس بريتش. هنفهم بقى ده محاضره مش هتلاقيها في الكتب بتخلص لك الجزء اللي جاي ده اللي هنخلصه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. هتبتدوا بليدنج مع بعضكم يعني كل واحد يذاكر البليدنج واللي عايز فيه سؤال يقول لي عشان بس نقدر نخلص بدري عشان بيبقى عندنا في محاضره شيت ومحاضره الايه اوسكي في الاخر عشان نقفل بيها الامتحانات ان شاء الله وربنا يوفقكم. في حد عايز اي سؤال؟ لا